مساء الخير واهلا بكم في حلقة جديدة من كل يوم. أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ممكن الدولة تبقى عايزة تعمل حاجة وما تعرفش. إنه يبقى عندك القانون وما تعرفش تطبقه. إنه في حاجات ما بتحصلش. إنه يبقى عندك حلم وما يتحققش. إنه مصر صعبة. اللي اتفرج على الرئيس النهارده يفهم كده، إن مصر صعبة جدا. ومهما كنت رئيس جمهورية، وزير دفاع، رئيس وزراء، رئيس مجلس نواب، ممكن تيجي تعمل حاجة وما تحصلش. النهارده الرئيس بيقول هي مش طابونة. أنا بقول للرئيس أن في موضوع الأراضي مصر كانت وما زالت طابونة يا رئيس. نعم طابونة. واللي عايز ياخد حاجة كان بياخدها. ووضع اليد في مصر أسهل من إن أنت تزرع أرض. وأسهل من إن أنت تبني أرض، إنك تضع يدك على أرض حتى الآن مسألة من أسهل ما يمكن. وعايز أقرأ لحضراتكم، لأنه طبعًا المسؤولين يعرفوا الكلام ده. قانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. مكتوب بعربي لذيذ لطيف كده، حضراتكم تسمعوه وتستغربوا. سنة كام؟ 81. ويسأل الرئيس ويستنكر يقول لك هي مصر طابونة؟ طبعا كانت طابونة، طبعا. ده في حد في مصر مشهور جدا عنده أراضي وضع يد بالكيلومترات، بالكيلومترات وليس بالفدادين. يعني مثلا يقول لك عنده مثلا 100 كيلومتر، كيلومترات، واضطر ان هو يتنازل عن اغلبها. خدها ازاي؟ مساله سهله جدا. مساء الخير، ارضي دي بتاعتي. اما تيجي تعمل مشروع النهارده وتحط الاعمده بتاعتك وحاجتك، ييجوا ناس يقول لك الارض دي. النهارده الرئيس وهو بيسمع فجاه لقى واحد بيقول له ايه؟ بيقول له اصل، قال له دي الارض اللي احنا هنديها للناس. قال له اه يا فندم، يعني نقنن ايه؟ دي لسه بتاعت اول امبارح. قال له ما في ناس. ناس مين؟ ناس مين؟ دي ارضنا، دي ارض مصر، دي ارض البلد، وفي ناس واخدنا. ويعني مع احترامي للرئيس والجيش والشرطه، الرئيس طلب النهارده من الجيش والشرطه انه الموضوع ده يخلص اخر الشهر. انا بقول له ان ابراهيم محلب قاعد سنتين عنده 2 مليون طلب تقنين. لما يكون في 2 مليون جهة عندها أرض واخدها ما عليهاش عقد يا ريس، دي تبقى إيه؟ طابونة ولا إيه؟ 2 مليون ده، دول الناس الأمناء المحترمين، فبعتوا لإبراهيم محلب وقالوا له إحنا عايزين نقنن. النهارده مجلس الوزراء اوقف 8000 طلب تقنين لوضع اليد. مجلس الوزراء بقى النهارده قال لك نسال الدكتور باشمهندس ابراهيم محلب الاول. 8000 ده وضع اليد، ده مساله عامله ازاي؟ هتجيب 2-3 غفره واتفق مع 2-3 من اللي عايشين في المكان، والارض دي بتاعتي وصورها يا ابني، واللي يدخل. وهم معتمدين ايه؟ على ايه؟ على اننا كتير. يعني مين هيجي؟ مين يعادينا؟ مين؟ حدش، لان احنا كتير. ده مش مثلا 2-3 عاملين وضع يد فالناس هتطلع تاخد منهم، لا، ده كتير، ده في كل مكان وفي كل حتة. انا وضع يدي هنا، انا مرة عملت حلقة ان انا عايز اضع يدي على ارض. انا والله بفكر في الحكاية دي. انا بما انه الدولة بتيجي بعد كده تقول لك والنبي يا لزوز ممكن نقنن، طب اقروا القانون. الكلام ده مش موجود، القانون نفسه فيهوش الكلام ده. مجلس الوزراء قال لك ايه؟ عندنا 8000
جايله 8000 واحد يقولوا له ايه؟ احنا عايزين بقى الارض اللي احنا واخدينها نقننها، سواء كان وضع يد او كان في ظروف او كان في مش عارف ايه. والرئيس النهارده بيقول مش لا كانت طابونه يا ريس، طابونه والبلد دي كانت مستباحه. لما اقول لك رئيس انه 25% من الاراضي الزراعيه ضاعت من 2011 لغايه دلوقتي او اكتر. ناس قامت الصبح بنت مباني ولا تقدر تقول لهم حاجه ولا حد يقدر يقول له حاجه. انت كل حكايه انك بتبوس ايده انه ياخد فلوسه ويخليه. النهارده الرئيس كان في احلى حالات الغضب، يعني لو الرئيس في حالات غضب مثلا من 1 لـ10 فهو النهارده كان في 8. 8 قال له ايه يا فندم ده؟ فين الارض اللي هنديها للناس؟ طب نسمع الرئيس النهارده ليه؟ عشان اللي ما سمعش بس عشان نشوف ونرجع تاني اقرا لحضراتكم القانون. هذا وطن كان سائبا، سايب السايب في السايب، وعدد من الحيتان وعدد من الناس. رئيس النهارده بيقول له ناس يعني معاها 20,000 فدان وناس مش لاقيه تاكل. نسمع. طيب ممكن يعني ربنا الامريكان ليهم دعوه يقولوا بيقولوا ايه؟ God bless the internet، يعني ربنا يبارك لنا في الانترنت. الانترنت بيبقى ميزتها ايه؟ انها حافظه كل حاجه. انا عايز يعني اوري حضراتكم خبر اللي هو يجيب خبر اي حاجه، يعني ما هو الاخبار موجوده من زمان. الخبر ده بتاريخ كام يا عم؟ 4/10/2006. 4/10 ايه؟ 2006. مشروع ياباني للزراعه من اجل التصدير في هنا. 2006 4/10. انا عيد ميلادي 23 على فكره، فده قبل عيد ميلادي، مش فاهم ايه العلاقه يعني، بس حبيت اقول لكم يعني. اعلن اللواء مجدي ايوب محافظ قنا انه تم الاتفاق مع شركه يابانيه على تنفيذ اكبر مشروع لزراعه المحاصيل الزراعيه من اجل التصدير بتكلفه 50 مليون دولار. جاء ذلك عقب لقائه احمد حسين مدير فرع شركه كوين يوميان اليابانية التي تعمل في مجال تجارة وتصنيع المنتجات الغذائية المحصولات الزراعية. وأضاف المحافظ أن المشروع يتضمن قيام الشركة باستصلاح 7000 فدان بمنطقة المراشدة، ده اللي هو بيتكلم عليه، وتقديم الدعم الفني لاستصلاح 25,000 فدان بالمنطقة وتملكها للشباب اللي هو ما حصلش، على أنه على أن تتم زراعة الأصناف التي علي مش عارف ايه الشركة ويتم تصديرها بالكامل. المفاجأة بقى الشركة اليابانية من 7000 والـ8000 والـ12000 زرعوا كام فدان؟ قول كده سمعني كلمة البيع والشراء. المصادر بتقول ما زادوش عن 1000. ده كلام عم حمام، انما انا بقول لحضرتك الكلام بقى اللي متوثق عندنا بقى في الجرايد. هذه السرعه لا تبني دول. الرئيس النهارده كان بيتكلم على الحكايه دي، بيقول لهم دي الحاجات دي ما تعملش دول، يعني هذه الاشياء لا تصنع دول، تصنع. والله انا دايما بقول كده، انا لو حكمت مصر لا كنت هعمل لكم كباري ولا صوامع ولا شون ولا غلال، هاريكوا زيت وسكر وخلاص لغايه اما اخلص المده وامشي. وانا ليه هقعد اتعب نفسي واقول لك الشونه والغلال والصوامع؟ النهارده قاعد ببص كده ليه طيب؟ واقعد كل شويه اقول لك على مشروع وان احنا هنستصلح وهندي الشباب وهنعمل مش عارف ايه، ونفضل على طول كده ماشيين ورا بعض وخلاص نخلص، وخصوصا ان دي مده قصيره، يعني 4 سنين في 4 سنين يبقوا 8 نخلصهم في مشروع ياباني واحد. ليه 1.5 مليون فدان وزنق نفسي ومش عارف ايه لا لا لا، ليه كل ده؟ كل يوم هضبك وتلقى الاسعار كلها مدعومه زي ما هي، ولا عوم جنيه ولا عوم دولار ولا عوم اي حاجه، وتفضل تاخد حاجتك كده والاسعار برضو. وكناش هنبقى مبسوطين برضو على فكره، بالمناسبه احنا قبل كده برضو ما كناش مبسوطين، يعني قبل كده برضو كنا الغلا والاسعار والفلوس، وفي ناس فوق قوي وفي ناس تحت وتوزيع الثروه وكل الكلام، هو نفس الكلام بيتقال. الدولة ديت محتاجة نفضة نفضة نفضة.
محافظين، وزراء، مسؤولين، كل ده يتنفض. انت محتاج ناس تاخد البلد وتجري، والقانون وتطبيقه على الغني والفقير، على الكبير والصغير. وإلا باشا هما العشر تنفار نأجرهم بكام؟ عشرة كويسين يعني، هياخدوا كام يعني في الشهر؟ 10,000 جنيه؟ 20,000 جنيه؟ ايه يعني؟ ناخد حتة أرض وأقعد أستنى لما يجي لي الأستاذ عاطر حنورة ويقول لي إيه الأرض دي؟ أقول له بتاعتي جدي، إحنا هنا من زمان، ده أنا زارع نخلة أهو، وأجيب له نخلتين نزرعهم كده ونطلع منهم بلح كمان. عايز كام؟ أقول له أي منت بقى، شوف بقى، أو لو مش هتنزع أخدهم أنا ومش عارف إيه، والحتة دي أصلا على الطريق وأنا عجباني ونجيب اتنين كده لهجتهم مش يعني مش سليمة قوي وخلاص. إيه اللي حصل النهارده يوريك إنه في صراع، دولة عايزة تجري، ناس عندها طموح، ناس بتفتح كباري، ناس بتعمل شون، ناس بتعمل صوامع، ناس بتحاول تجدد البنية الأساسية، وفي ناس عايزة تسرع يعني في صراع واضح جدا بين الحرامية وبين الدولة. الدولة مش الحكومة، الدولة. لأنه الرئيس ناردة قال لك الحاجة دي مش بتاعتنا، الحاجة دي بتاعت مصر، وهي فعلا مش بتاعت حد، هي بتاعت مصر. الأرض ديت الأجيال اللي جاية. أنا من أول يوم، ويمكن حتى قبل ما أجي المحطة ديت، قلت جملة وهكررها تاني، مش هيضيع البلد دي غير الموظفين. موظفين بدرجاتهم لغاية موظف كبير يعني، لغاية وزير. موظف. ليه؟ يا مرتشي، يا متردد، يا خايف، يا مش كفء، اي حاجة. انما ان يأتي لنا مسؤول غير عادي، لا، نحن عندنا المسؤولين عاديين واقل من العاديين. ليه انا بقول كده؟ لانه هو مش بيواجه وضع عادي، هو بيواجه وضع غير عادي. ناس بلد ثعبانية، بلد عنكبوتية، تيجي كده يجيلك كده، تيجي كده يجيلك كده. اهو كمية الناس اللي رفع قضايا على الرئيس وعلى ابراهيم محلب علشان الارض اللي الدولة عايزاهم يروحوا للقضاء ويحافظوا عليها وما يدفعوش عليها حاجة، وما يدفعوش عليها حاجة، وجايز يكسبوا. ما احنا كمان عندنا المحامين بتوع قضايا الدولة بصراحة يعني برضو مش قد كده يعني. هما بقى بيروحوا يدفع 2-3 مليون لمحامي كبير من الناس المحامين اللميع اللي بيظهروا كل يوم، ويجيب له الارض بتاعته اللي هي فيها مليارات، وما يضطرش يدفع مليم للبلد بالقانون. والقاضي ما قدامه القانون، ده قدم حيثياته، ده قدم حيثياته، في محامي شاطر، في بتاع، في مادة في القانون، في ثغرة، في مش عارف ايه. طب وبعدين يا جماعة؟ احنا كل ما نقدم خطوة، النهاردة انا حسيت ان احنا لا 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 الصعيد لا لا اهتمام بقى، لا ده بجد، ده خلاص مثبتة، زي ما الكهرباء خلصت، زي ما الطرق بتخلص، لا الصعيد ليه اهتمام، يعني تقدر تقول ان هذا العصر الذي تم الاهتمام فيه بالصعيد. بس البلد لانها قايمه على السمسره، قايمه على النصب، قايمه على السرقه، قايمه 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 على كل الحاجات دي، في طبعا مقاومه شديده. كان مش لا على الاخوان ولا على مؤامره خارجيه ولا مؤامره داخليه ولا الامريكان ولا الروس ولا الاسرائيليين ولا اي حد. كلام يعني في حاجه، في حد بيفهم بيعمل حاجات. وتستغرب بقى ان ما كانش عندك شون، ما كنا بنعمل ايه قبل كده؟ ما عندكش صوامع، طب كنا بنخزن فين قبل كده؟ امال احنا كنا بنعمل ايه السنين؟ ماذا كانت تفعل الادارات المصريه من قبل؟ ماذا كنا نفعل؟ ايه اللي كان بيتعمل في البلد؟ مجاري وضربه،
نور وكان بيتقطع مش موجود، شون ومش موجود، صوامع ومش موجودة، فأر عشوائياته موجودة. ماذا كان يفعل المصري أي الإدارات المصرية 60 سنة اللي فاتت؟ كنا بنعمل يعني إيه الشيء العظيم اللي كنا بنعمله؟ تعليم وزي الزفت، مستشفيات وعى، إيه هو المجال؟ بني آدمين وبقينا يعني زي ما انت شايفين كده، ده النموذج. ماذا قدمت الادارات في مصر؟ انا نفسي حد يعمل مؤتمر ماذا قدمت الادارات في مصر 50 سنة اللي فاتت، ونجيب الجرايد ونسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا، نجيب بقى كل الجرايد كده من ايام الملك فاروق لغايه النهارده، ونسال الحاجات دي فين؟ اتعمل لنا ايه؟ طب الفلوس دي راحت فين؟ مليارات، المعونات الأمريكية، المعونات الروسية، المعونات اليابانية، المعونات الخليجية، أين ذهبت كل هذه الأموال؟ كلها كانت دعم شاي وزيت وسكر بس. تقف وتسأل وتتعجب، ولكن يجب أن ننظر للأمام، ويجب أن الأشياء تتحسن، ويجب أن يختار الرئيس ناس عندها قدرة أن تتحدى وأن تكون سوبر، أن يختار مسؤولين سوبر. يعني النهاردة أنا شفت وزير نقل في حاجة كده، شخصية تشعر أنه فاهم إيه الموضوع، إيه الحكاية، بيشتغل، وقال احنا هنوقف بقى عمل الديكورات في ما بتاع، وهنحسن مش عارف ايه ونعمل ايه، يعني عنده فيجن، عنده رؤية، او عايز يعمل ايه. لازم الناس كلها تبقى سوبر، لازم لانه الوضع سيء. نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني وكمل مع حضراتكم الفقرة القادمة. مبروك لأهل الصعيد، مبروك، عندهم حاجات آن الأوان إنه مش بس ده، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بني سويف، كل الخط يتم فيه عمل مصانع، عمل بنية أساسية، عمل عمارات، عمل متابعة. أنا كنت قاعد مع ناس من تحيا مصر من يومين، كانوا بيكلموني على خطتهم بتاعت القرى والقرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا. لا، عاملين حاجة جامدة جدا من هنا لغاية نص 2018. في شغل، في ناس حاطة قلبها وحاطة هدف جوه الصعيد، إن الصعيد يشعر لأول مرة بالمساواة، وهذه ليست منحة ولا منة، ده حقهم لأنه مواطن مصري. اللي قاعد في أسيوط زي اللي قاعد في القاهرة، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، بيتطبق عليه نفس القانون، بيحصل له نفس كما توجد فتحات سفلية لكل خلية يتم من خلالها تجميع القمح بالأنفاق السفلية حتى برج الروافع لتوزيعها على خلايا التسليم، تمهيداً لاستغلالها في سد الفجوة الغذائية من الحاصلات الزراعية على مستوى الجمهورية. أنا باخد القمح من الموردين، مفيش أي تدخل بشري خالص، بيتم تخزينه في الخلايا المعدنية. طبعاً دي بتوفر عبوات، بتوفر على الفلاح إنه ممكن يخزن في اليوم الواحد 2,000 و3,000 طن، لو في شون عادية ما بيخزنش أكتر من 500 طن. كمية القمح اللي كنا بنزرعها كنا مضطرين نوديها ونخزنها في البيوت، وتخزين البيوت ده تخزين غير آمن، فكان في كمية قمح تفقد كتير لهذه العوامل. إنما الآن بعد المزارع ما يأخذ الكمية الخاصة به وبأسرته وأولاده كاستهلاك، كمية زيادة بتاعته بيوردها للصوامع، ما فيش أي فاقد فيها، ما فيش أي مية، ما فيش أي أتربة، وده بيزود الكمية بتاعته وممكن توفر له في الدخل بتاعه. إنما كان في الأول طبعا بنتعب في كمية الهدر وكمية الإنفاق والمواصلات والتخزين الغير آمن، فالحمد لله إنه جعل عندنا الصوامع ديت، فدي نعمة كبيرة من ربنا.
افضل من الشوان الترابيه اللي كانت قبل كده، والشوان الاسفلتيه اللي هي معرضه للتلف، بتعرض القمح اللي موجود فيها للتلف يعني. ومن الامن الغذائي الى مجال النقل والمواصلات، يستمر الاهتمام المتعاظم بتنفيذ المشروعات الخدميه في كافه المجالات الحيويه، ومنها تطوير ورفع كفاءه محطه السكه الحديد باسوان، والذي نفذته الهيئه الهندسيه بتكليف من السيد رئيس الجمهورية. اللي اداني توجيه ان انا اكلم حضرتك دلوقتي السيد رئيس الجمهورية، امر فورا دلوقتي ان احنا كهندسين قوات مسلحة ندخل مع هيئة السكة الحديد ان شاء الله باذن الله نخلص ان شاء الله المحطة دي، هنسلمها من احسن واكفأ المحطات السكة الحديد في مصر. مثال يحتذى به في الارتقاء بالمرافق الخدمية بجمال الواجهة والمداخل الرئيسية والصالات والأرصفة والمباني الخدمية. وتيسيرا على أهالي أسوان في عبور خطوط السكة الحديد، تم تطوير ورفع كفاءة كبريين لعبور المشاة وإنشاء نفق لعبور المشاة أسفل خطوط السكة الحديد. كل حاجة اتغيرت، مفيش أي حاجة ما اتغيرتش. فعلا محتاجين حاجة زي كده إنه تبقى حاجة واجهة لأسوان. Yeah, I'm here in Aswan. I'm Milagros from Argentina, and I'm with my two friends. And the train station is really nice. It's much faster and comfortable, and there are also security controls, so you can be safe traveling. And we feel really good and comfortable here, right? Very nice. تطور كبير في الأبوبة الإلكترونية واللوحات الأثرية اللي بتدل على معالم أسوان، والأرصفة طبعا كانت متكسرة قبل كده. نناشد الجمهور والشباب أن يحافظوا على هذا الصرح، هذا هو مال مصر، وكلنا نتكاتف للحفاظ على المنشآت العامة، فهذه واجهة حضارية لمصر. وفي مجال الطرق والكباري تم تنفيذ العديد من المشروعات، منها إنشاء آخر كوبري ضمن منظومة كباري تأمين عبور المزلقنات الأكثر خطورة، كوبري نجع حمادي، والذي يهدف إلى القضاء على التقاطعات السطحية مع خط سكة حديد نجع حمادي. كان المزلقنات لما تتقفل تقعد بالساعة، ساعة إلا ربع، العربيات بتاعت من شركة مصر ألمونيوم وشركة السكر والمصالح الحكومية كانت تعطل تماما، كانت تتقفل عشان كان ناحية اتجاه واحد كله رايح جاي مع بعضيه، فكانت عاملة طبعا اختناقات رهيبة في نجع حمادي هنا، إنما دلوقتي حالا ما فيش دقيقتين تكون في نجع حمادي. نشكر الحكومة اللي استمعت لأهالي نجع حمادي وقراها في حل الأزمة الكبيرة دي، كان كمية الحوادث اللي بتحصل هنا في اللي رايح واللي جاي فظيع، فاحنا الحمد لله يعني إنه كان استجابوا لينا والكوبري كده حل أزمة كبيرة يعني. كما قامت وزارة النقل بإنشاء كوبري طهطا بسوهاج، والذي أنشئ أعلى خطوط السكك الحديدية، ويهدف لتوفير السيولة المرورية من الشرق إلى الغرب بطول 1050 متراً وعرض 16 متر.
البلديه، مهمه الهيئه الحي هو اللي بينظم الحاجات دي، واغلبيه الناس بتبقى عامله سلالم قدام العماره. الشباب بتوعنا دول مبدعين، يعني بيعملوا تقارير محترمة. طيب ملاحظة بس بسيطة، من يومين حصل هجوم إلكتروني على أكتر من 100 دولة. طبعا قالوا أن مصر من الدول دي، ولكن مصر لم تتأثر كثيرا، ويبدو أن هم فهموا أن مصر ما عندهاش حد هيهتم بالمادة بتاعته. يعني بس عشان بس الناس تبقى فاهمه الهجوم ده، يعني الناس اللي عندها كمبيوتر شغال على ويندوز مش ابل، شغال على ويندوز، بيحصل ايه؟ يخش عليك ايميل، تفتح الايميل ده فيخش فيروس الكمبيوتر، الفيروس ده يقفل ملفاتك كلها، يعني اي حاجه على الكمبيوتر تعرفش تاخدها. اول ما تيجي تفتح اي ملف يقول لك علشان تسترجع هذا الملف ادفع لي من 300 ل 500 يورو. العالم حصل فيه كده، يعني مثلا في مستشفيات في لندن وقفت، في جراحين ما عملوش عمليات، في شركات تليفونات في اسبانيا وفي فرنسا وقفت الشغل، وفي شركات اضطرت تدفع الفدية، يعني لازم يدفعوا فلوس عشان طبعا كل برغوت ودمه اللي عنده كمبيوتر صغير وبتاعه وكلام فارغ من ده 300 يورو، 500 يورو، وليها طريقة طبعا تدفعها فين، في حته اسمها البلاك زون او حاجه كده، يعني قابلني في الحته الفلانيه وادفع. اللي حصل ده زيك اللي بيحصل في الافلام بتاع بروس ويليس وبتاعه والحاجات بتاعت زمان دي، اللي هو تتفرج على فيلم يقول لك احنا سيطرنا على العالم. بيقولوا ان بكره في تاني، يعني بيقولوا ان بكره في هجوم الكتروني على العالم تاني وبالفديه رانسم، يعني بيطلبوا منك فديه علشان حضرتك يرجعوا لك الملفات تانيه، وهم بصراحه ناس أمرة، بعد ساعة بيبعتوا لك المفتاح تفتح الملف تاني. فده حصل في العالم، ودي ظاهرة تاريخية. طبعا في مصر محدش حس بالموضوع قوي ومحدش اهتم قوي، جايز بكرة في مصر يبقى فيه كده، بكرة الاثنين دنيا بتفتح تاني في العالم كله، فناس كتير متوقعة ان يكون هناك هجوم اخر منهم 100 دولة، وقالوا انه كان فيهم مصر، ولكن مصر ما تأثرتش قوي، ولكن في العالم كله ادفع ارجع لك الملفات بتاعتي مره تانية. طبعا السايبر اتاك ثريت اسكليتنج، وفي كلام ان الكلام ده ممكن يحصل بكره، العالم كله ممكن يتوقف. الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في الافلام، انا حبيت بس لحضراتكم تبقوا شايفين العالم زي ما العالم شايفه، لان احنا هنا طبعا كنا مهتمين بماتش الزمالك، وبعدين بماتش الاهلي، وبعدين الحاجه بتاعت رمضان وبتاعه والحواديت دي كلها، وجواز تيم الحسن وكيلاني، كل الحاجات اللطيفه ديت. انا وقفت عند حاجه غريبه جدا في موضوع تيم الحسن ووفاء الكيلاني. وفاء الكيلاني الزميله، وطبعا بنهنيهم يعني، ان الناس في مصر واقفه عند موضوع مين اللي كسبان. يعني طبعا الستات شايفه ان وفاء هي اللي كسبان، ان هي خدت تيم الحسن. والرجاله شايفه انه تايم هو اللي كسب ان هو اتجوز وفاء. وانا شايف انه الاثنين كسبانين بصراحه، يعني وفاء اعلاميه كويسه وتايم فنان محترم وبالرفاه والبنين، انما طبعا دلوقتي ما بقاش في حاجه بتحصل في العالم، حد يتجوز، حد يتطلق، حد عنده اي حاجه غير، وطبعا الناس ليها راي، وده ينفع وده ما ينفعش، وده كويس وده وحش. بنبارك طبعا لصديقتنا وفاء، وانا كنت مرة ضيف عند وفاء في البرنامج، ولما رحت عند وفاء في البرنامج، البرنامج ده قطم وسطي، لان هو ده البرنامج اللي خلص عليا ابان زمان، يعني قلت كده التصريحات كنت وقتها يعني
شامم نفسي فوقتها. المهم يعني هي من الاعلاميين المحترمين وفي شبكه ام بي سي. الف مبروك وفاء والف مبروك تايم تايم برضو من الاصدقاء الاثنين. ومش عايز الناس تقف عند مين اللي كسبان. راجل وست بيتجوزوا مفيش حد احسن من حد، مفيش حد يقول لك ايه ده هي كسبت انها اتجوزت تايم، يا بختها. او حد تاني يقول ايه يا ده تايم اتجوز وفاء، وفاء مشهوره ومش عارف. مفيش حاجه كده. وفي طبعا الحاجه التانيه اللي هي ماشيه بتاعه السن. طبعا ده يقول ان ده اكبر وده يقول ان ده اكبر وده كبير في السن وده صغير في السن، كل الاشياء اللطيفه دي. في خبر انا واقف عنده ما يحصلش غير في مصر. اصل انا الزوار بتاع يعني الحاجات بتحصل في العالم اللي هو الهجوم الالكتروني وبتاع، الحاجات دي بسيطه. انما في حاجات بتحصل في مصر لا تحدث في اي دوله في العالم، زي وضع اليد كده، انما دي حاجه لطيفه. سرق مجهولون 1926 كراسه اجابه ل 107 طالب بالمرحله الاولى والثانيه بالثانويه الازهريه في 18 ماده. تاني، سرق مجهولون 1926 كراسه اجابه، الناس امتحنوا ودي كراسات الاجابات ل 107 طالب بالمرحله الاولى والثانيه من الثانويه الازهريه في 18 ماده. كنترول معهد قزمان الازهري بقلين التابع للمنطقه الازهريه بكفر الشيخ، وتحرر المحضر 4249 اداري مركز قلين. وبدأت التحقيقات برئاسة المستشار محمد فياض مدير نيابة قلين تحت إشراف المستشار أحمد عمارة رئيس النيابة والمستشار أحمد عاشور المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ. وتبين من التحريات أن أوراق الإجابة تم تصحيحها بالقاهرة ثم وضعها بكنترول المعهد لإعلان النتيجة، وتم سرقة الأوراق من النافذة، وكان جميع العمال المكلفين بتأمين الكنترول غير موجودين. وفوجئ معهد مدير المعهد بسرقه الاوراق فابلغ مركز الشرطه وتحرر المحضر رقم كذا وكذا وكذا. طيب ال 1926 او ال 107 تلميذ دول هيجرى لهم ايه؟ هل في حته في العالم بيجرى فيها كده؟ ورق الاجابه يعني دول عدوا مرحله الغش طبعا طبقا للقانون، الناس دي كلها لازم تاخد الدرجات النهائيه. الدرجات النهائيه كلهم سنه اولى وثانيه. النهارده عندنا برنامج لطيف جدا، الفقره القادمه هيكون عندنا رجاء وهقول لكم مشكله رجاء، والفقره الاخيره الشيء المحبب الى نفسي بقى. جيجي النهارده هتعمل لنا الفواتح الشهية بتاعت رمضان، شوية القطايف بالجبنة، شوية القطايف اللي باللحمة، شوية السمبوسك، شوية السمبوسك بالجبنة، شوية السمبوسك بالنعناع، شوية القطايف اللي بالجبنة. الحاجة الطبق بقى اللي انا بحب اكله ده الطبق انا احطه قدامي الاول كده وبعدين ابتدي اكل. ولذلك احنا هنبتدي بدري، يعني هنقول لحضراتكم الطبق ده بيتعمل ازاي بدري. فالنهاردة عندنا طبق المقبلات. المشكلة عند رجاء النهاردة عايزة شوية خيال، وأنا عارف إن مشاهدي كل يوم عندهم خيال كتير. شفتها في فيلم وعجبتني. سؤال، لو قدامك زرار، لو قدامك زرار ودست عليه وبدون أي مسؤولية عليك، تاني، لو قدامك زرار ودست عليه وبدون أي مسؤولية عليك شريك حياتك يختفي، لا جريمة ولا بوليس يسألك ولا في زرار، في اختراع عملوه زرار شريك حياتك يختفي من غير ما حد يقولك، يعني من غير ما تكون طلقتها او طلقته، من غير ما تكون قتلتها او قتلته، من غير ما تكون سميتها او سميته، من غير ما تكون خنقتها او خنق، يعني وما عليكش اي حاجة جنائية، انما زرار لو دوست عليه شريك حياتك يختفي.
بجد بجد بدون اي يعني ما هو مثلا جايز مثلا تقعد متجوز مثلا مدة ومش مبسوط بقى في زرار لو دوست عليه يختفي، ايه رأيك تدوس عليه؟ فرصة، بس الفرصة دي ايه؟ موجودة ليوم واحد. شفت انا الفيلم ده ان الزرار يفضل قدامك كده وتروح وترجع وتبص للزرار، اللهم اخزيك يا شوشو مش عارف ايه، طب وانا هخسرها كده، بس هي مش انت مش هجري لك حاجة، انت معلكش اي مسؤولية، هي هتختفي ديليت، عارف الزرار بتاع ديليت او هو هيختفي ديليت، لو الزرار ده موجود تدوس عليه، بس موجود لمدة 24 ساعة فرصة وكل العواقب بتاعته، عشان ما تجيش تقول لي العيال هتروح معايا بدون اي مسؤولية جنائية وبدون ما يجرى له باي حاجة وحشة، بس هيختفوا هيرجعوا في الزمن بتاع اي حاجة يعني، بس ما حدش يقول لي ايه، ما يبقاش حد رزق بقى يخش يقول لي معقوله يعني في زرار، اه في زرار عامل كده، ايوه نزلوا زرار جديد دلوقتي عامل كده، تدوس عليه تديليت شريك حياتك خالص 24 ساعه قدامك الزرار تدوس عليه، وليس عليك اي مسؤوليه جنائيه، لا لا دوس كويس بس دوس، خلي ايدك شويه ما تشيلهاش بقى، سؤال بسيط وخيالي وخيال علمي، بس مش عايز حد يخش يقول ايه لا يا عم ما مش ممكن يكون في، لا في حاجه كده عاملين زرار تخلص من شريك حياتك يا راجل او ست، بسلطاته ببابا غنوج وبذكرياته وكل حاجه تخلص منه، لو عندك الزرار تستخدمه 24 ساعه او منها يعني منه أو يعني منها او منه، سؤال بسيط جدا، عندنا رجاء وبعد رجاء بقى السمبوسك قطايف بتاع ليله جميله كده ظريفه يعني، بعد اللي عملناه فيكم في الانترو كده بتاع نروق بقى ونفس عميق من الهواء الناي، ابقوا معنا. الشاب اللي كان بيتكلم على الاختراع اللي محتاج له 400,000 جنيه يا عمرو، ايوه بتاع جامعه زويل، رقم تليفوني وانا هلم مجموعه من حبايبنا، وانت يا عمرو لازم تعمل يوم للشباب ده اللي محتاج فاينانس. من حوالي 3 شهور في الحلقه اللي اتكلمنا فيها عن رؤيه طلبه وخريج الجامعات حول مستقبل مصر، اتكلم محمود عبد الحي الطالب في جامعه زويل عن مشروع بيفكر فيه هو وفريقه، لكن التمويل بيقف عائق قدامهم، وعشان كده تبنى صندوق تحيا مصر وبدعم من النائب البرلماني مصطفى الجندي المشروع بتاعهم، وتم التبرع بالتكاليف المطلوبة لاستكمال المشروع. الشباب دول الحقيقة مجتهد جدا جدا، عاملين فكرة لتصنيع عربية بتمشي بالطاقة الشمسية، وبعتولنا كجهة ممكن ترعى الفكرة بتاعتهم دي، لأن طبعا هم عندهم الفكر لكن ما عندهمش الموارد المالية، فعرضنا بس الموضوع على مجموعة من الرعاة بتوعنا رجال الأعمال اللي بيشتغلوا معانا، والحقيقة أبدوا موافقتهم إن هم يساعدوا الشباب ويقفوا جنبهم لحد ما إن شاء الله مشروعهم يشوف النور بإذن الله. إحنا النهاردة يعني ده جزء دعم من صندوق تحيا مصر للطلبة المتميزين اللي بيقدروا يعملوا حاجة تفيد المجتمع، وهم بيصنعوا سولار كار، عربية بتعمل الطاقة الشمسية، وده تطبيق للطاقة الجديدة والمتجددة، وازاي ان احنا نبني جيل قادر ان هو يعمل تطبيقات تفيد المجتمع. رحنا مع الشباب الورشة اللي بيشتغلوا فيها واتكلمنا مع بعض اعضاء الفريق عن فكرة المشروع والسباق اللي بيتمنوا انهم يشاركوا فيه. الفريق متكون من 24 طالب من 4 اقسام مختلفة، هندسة النانو تكنولوجي وهندسة البيئة وهندسة طاقة جديدة ومتجددة وهندسة الفضاء والطيران. الفكرة جاتنا منين؟ احنا كنا شاركنا في سباق اسمه الهايبريد الكتريك تشالنج، ده كان بيتنظم في شهر 3 هنا في الجرداء، والحمد لله دخلنا السباق وخدنا قدرنا نحرز 3 جوائز من اصل 10، كان منهم جائزة المركز الثالث ومنهم جائزة الابداع الفني. فبعد كده تشجعنا ان احنا نشارك في سباق عالمي وكبير زي الورلد سولار تشالنج اللي هو في استراليا 2017، ودي هتكون ان شاء الله اول مشاركة مصرية في السباق ده في 2017،
قلنا عايزين نعمل نموذج مصغر للعربيه اللي هنصممها. فبالفعل عملنا بروتوتايب نموذج للعربيه ديت، وحتى كان عليه يعني هو كان قريب جدا من النموذج اللي من العربيه اللي هنسافر بيها لاستراليا. ابتكرنا واحنا بنصمم العربيه دي حاجه اسمها الماكسيمم باور بوينت تراكنج. احنا المنتج ده او الام بي بي تي ده كان اصلا بيتباع بره ب $1,000، عملناه احنا هنا في مدينه زويل بسعر اقل بكتير جدا من السعر بتاعه. المفروض احنا كنا وقفنا تماما خالص عن التصنيع ومش معناش فلوس نشتري منها الماتيريال، ولكن النهارده الحمد لله يعني مع الميتنج بتاع تحيا مصر، في الاجتماع مع تحيا مصر قدرنا ان احنا نتفق معاهم ان احنا هننزل هنشتري مواد ونروح المصانع بتاعه الانتاج الحربي او العربيه التصنيع، وان احنا محتاجين نبني حاجات في الشاسيه العربيه او البودي عامه. والحمد لله يعني هم وافقوا ان هم يساعدوا، قالوا لنا ورحبوا جدا ان هم قالوا لنا لا المصانع دايما تقدروا تشتغلوا فيها. شبابنا بيثبت طول الوقت ان مصر مليانه عقول مبتكره قادرة انها تطور وتبني، لكن محتاجين الدعم بكل اشكاله، وده بالظبط اللي حصل مع شباب فريق جامعة زويل اللي بينتجوا سيارة السباق اللي بتشتغل بالطاقة الشمسية، اللي لقوا الدعم المادي من صندوق تحيا مصر والنائب مصطفى الجندي، بالاضافة لدعم الهيئة العربية للتصنيع اللي هتساهم بمساعدتهم في تصنيع المنتج النهائي للعربية. سارة هويدي، كل يوم on E. هب أو هبي، هب يعني تخيل أو هبي يعني تخيلي، الموضوع تخيلي. إن في زرار اخترعوه في اليابان، أما تدوس عليه يعمل ديليت لشريك حياتك أو شريكة حياتك بدون أي مسؤولية عليك، يعني لا مسؤولية جنائية ولا مسؤولية قانونية ولا مسؤولية عاطفية ولا أي مسؤولية. تدوس على زرار، بس الزرار ده بيبقى متوفر 24 ساعة، يبقى قدامك 24 ساعة وتقدر تخلص من شريك حياتك فجأة لو الزرار ده موجود. تدوسي عليه يا مدام رجاء؟ مساء الخير يا عم. هي فكرة جهنمية الحقيقة، يعني زرار يختفي شريك الحياة، في زرار يسترجعه؟ لا، هو اوف لو بس اتربى، يعني لو مفيش اوف اون، هو اوف بس. لو اتربى وحبيت ارجعه؟ لا، ما بيرجعش. ما يرجعش؟ لا لا لا. طب بعد ما اختفى اعرف انه اتجوز ولا ما اتجوزش؟ لا، اختفى خالص، مش هيظهر في اي حته تاني، لا يتجوز ولا يظهر لك في حلم. ديليت، عارفه الديليت؟ يعني يظهر لي في حلم وارد. لا، عارفه الديليت في خلاص ديليت ده اللي تيه على يمكن. لا، طب ما انت بتعمل ديليت على الموبايل دلوقتي بيقول لك الحاجات دي بتحفظ. لا لا، ما بتحفظش، هو ديليت. أوه. يعني ما فيش تاني. وعلى فكرة مفيش عليك أي مسؤولية. طب هو بس الأزواج ولا ممكن الأشخاص؟ أزواج أو زوجات. لا، أو شخص أنت دمه تقيل على قلبك. لا لا لا، شريك حياة، جوزك أو جوزتك. لا، ولا الزوج طيب وابن حلال ولطيف، لا، لكن لو شرير بالسلامة. لا، يعني دلوقتي حضرتك لا سلامة ولا ندامة. زرار موجود مدته 24 ساعة قدامك، تكبس الزر يختفي هو بسلطاته ببغنوجه بكل حاجه. والله انا اعرف ناس هيدوسوا على الزر يفضلوا قاعدين فوق الزر عشان ما يتنطرش لفوق تاني. عشان يضمنوا. ولا طلاق ولا قتل ولا مسؤوليه جنائيه ولا مسؤوليه عاطفيه ولا اي حاجه. ده ايه ده؟ ده ايه عبقريه اليابانيين ولا الصينيين دول ولا يعني ما كل حاجه موجوده. لا، انا بالنسبه لي بقول اذا كان الراجل اخلاقه حلوه الزرار ده ملوش عندي اي لازمه، لكن اذا شرير بالسلامه، ده انا ادوس على الزرار افضل ادوس عليه عشان اتاكد انه. لا، بس عندك فرصه انك ايه تبتدي بدايه جديده، يعني طيب او مش طيب. خلاص اصله هيختفي يعني. لا، مسألة تبتدي بداية جديدة مش وردة، يعني مش وردة، ولكن إذا كان هو شرير ووحش يعني بالسلامة وخلاص. فأنت مستعدة تخلصي منه يعني؟ إذا كان شرير لكن إذا كان طيب وأخلاق بس خليه قاعد. لا، مش طيب وأخلاق، جوزك يعني. لا، يعني إيه جوزك يعني دي؟ لا، يعني مراتك يعني فرصة يعني. لا، يعني هو مش طايق يعني احنا، هو ما فيهوش عيب غير إنه جوزك. لا 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 لا، لا. احنا الستات مختلفين عنكم. احنا الزوج بالنسبة لنا ده شيء اساسي وموجود وبحلو ومر. ايوه يا ستي، مش هيجرالك حاجة. مش جوزك يعني؟
مش هيجرى. انت برضو بتفكري ان أيوة. حاجه وحشه الراجل هو مش هيجرى له حاجه وحشه ايوه هو هيختفي والفانش فانش ايوه والفانش فين يا عيني حرام حرام مش هيجرى لا لا انا مش عايزك تتضايقي عليه هو هيبقى في حته احسن من 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 يعني في حته كويسه قوي في حته احنا احسن من اللي احنا فيها كتير الضمانات الضمانات لا ما انت برضو بتحاولي لا انا خايفه لا يعني خايفه من ايه صعبان علي ادوس على زرار والراجل يختفي كده انا مش هجرى له اي حاجه وحشه اطمني عليه لا يا ريت يعني هيكون في 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 مكان افضل مننا كتير افضل من اللي احنا فيه كتير ما بيموتوا بقى لا مش يموت لا هيبقى في مجره اللي تانية اللي بيموت بيبقى في مكان افضل من لا هيبقى في مجره تانية مجره لا مجره ولا بتاع لا يا عم انا شخصيا اخاف اعمل ده لكن في بعض الازواج الستات 100% هيدوسوا على الزرار ودول حاطين ايدهم اهلا عبير هانم هتحط ايدها على الزرار نعم اهلا وسهلا ازاي حضرتك ازيك اهلا بيك يا فندم ومدام رجاء ازيها انا الحمد لله كويس يا عبير انت كان فينك يا استاذ عمرو من زمان بالاختراع اللطيف ده والله عاجبك انا قلت هتنبسطوا قولي تدوسي على الزرار جدا عاجبني جدا جدا يعني صراحه هي راحه لكل الزوجات اللي بتعاني في حياتها انت كان فينك من زمان موجود يا فندم وقدامك والله بدل قضايا الخلع وال ولا خلع ولا حاجه سنتين كبسه زر انا ادوس على الزرار واشتري دماغي خالص ايه رايك؟ لا لطيف 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 وهينفع عشان تبقى عارف حضرتك هينفع بتاع مثلا 75% من الزوجات المصريات 75% من الزوجات المصريات تحب تدوس على الزرار هيدوسوا جامد أيوة. ليه بقى؟ لأن أيوة. الزوجات المصريات بتعاني معاناة من الزوجات الأزواج لا وبعدين ما عليكيش أي مسؤولية لا جنائية ولا قانونية هتدوس هيختفي بس عبير كده أنا أشتري دماغي نعم يا مدام رجاء عبير هتبقي مش عارفة هو فين لا ممكن نطمن عليه مش مشكلة بعد كده تطمن عليه ازاي؟ هو هيكون في مكان أحسن من اللي احنا فيه كتير اطمني عليه هو هيبقى في مكان أفضل حضرتك تدوس الزر يعني فلا لا أنا مع دوسان الزر وهفضل دايسة على الزر عشان ما يرجعش في كلامه عشان الزر ما يرجعش في كلامه ويرجع طب كويس يا فندم شكرا لك عبير حديث معانا فاطمة الو انا فاطمه من المنصوره اهلا يا فاطمه ازيك اهلا بحضرتك يا مدام رجاء الحمد لله وازيك يا استاذ عمرو اهلا فاطمه هانم انا اول مره اتصل ببرنامج وسعيده جدا ان انا اكلمك مش اخر مره ان شاء الله لا ان شاء الله مش اخر مره انا مش هدوس على الزر خالص ليه يا فندم لا ده دول يعني مخلل حياتنا مخلل حياتنا حادقين كده وشويه وبيتعبونا وبيرفعوا الضغط كتير جدا اتعودت بس لا حرام حلوين يا فندم مفيش انا بس عايز اقول لك بس المميزات مفيش حرام هو مش هيجرى له حاجه لا ما انا عايزاه ما هو المخلل برضه ما انا لو ضغطي وطى مين اللي هيعلهولي فانت محتاجاه يعني مش هتدوسي على الزرار ابدا لا 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 ده اللي راجل مش كده لا مش دول راجل برضه يعني هم ليهم مميزات كتيره بس اي نعم بينكدوا علينا قوي فدي مشكله عندنا احنا اللي ما بنردش احنا اللي مؤدبين فانت الزرار ده لو قدامك 24 ساعه عمرك ما تلمسيه لا 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 حرام لا لا حرام ليه هو مش هيجرى له حاجه ماشي لا 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 هو في مجره تانيه انا شفت حد راح هناك وما جرالوش حاجه لا ما انا اضمن منين لا لا لا, لا في ضمان دول يابانيين يعني؟ اليابانيين بيدوا ضمان 5 سنين انا ممكن اوافق لحاجه واحده بس لو هو لمده معينه مده حلو يبقى الزرار هيبتدي فيه مدد حضرتك عايز ايوه مدد بقوله مده معينه يعني مثلا قاعدين في حوار كده وخانقني ومزهقني خلاص اختفي النهارده واطلع لي الصبح ارجعه تاني يعني ليله مثلا يختفي يختفي ليله ويطلع لي الصبح تايمر يعني في تايمر في الزرار دي فكره كويسه او اليابانيين بقى ما فكروش في حاجه زي دي احنا بقى احنا المصريين لازم بنحط الاوبشنات فانت عايزاه ليله واحده يختفي بس لا مش ليله شهر كده ياخد راحه بس بشرط يرجع لي بقى فقد الذاكره من اللي حصل ما يرجعليش يعاتبني انت ودتيني وجبتيني لا لا لا, لا اليابانيين عاملين حساب كل الحاجات دي هيمسحوا هيختفي يمسحوا الذاكره ايوه كده تمام شكرا يا عيني يا عيني على الرجاله ابتدى لما تفوتنا قالت لك شهر اخلص منه ما انا بقول لك استرجاع الراجل برضه مهم قوي يعني ممكن نسترجعه ممكن لسه هم شغالين في بس هي قالت حاجه حلوه قوي
انت هتسترجعه وفاكرني فيقعد يعاتبني؟ لا 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 هو مش هيبقى فاكر. هنمسح. هنمسح كل حاجه، مفيش اي مسؤوليه. حلو ده. ريم من الرياض، على ريم هانم. اهلا بك استاذ عمرو. اهلا وسهلا يا فندم. ازيك يا مدام رجاء؟ اهلا بيك يا ريم. والله هو المفروض يضيفوا اوبشن جديد للزرار. اوبشن جديد؟ زر التجربه. نجرب الاول. نجرب. هيختفي هيحصل له ايه؟ لا هو مش هيجرالو اي حاجه وحشه يا فندم، ما تقلقيش. ما الواحد يخاف برضه يا استاذ عمرو. لا ما تخافيش يا فندم، دول يابانيين، ده ضمان. ما بيهزروش، ده مش مصنع في مصر وكده، ده في اليابان. ايه مش مصنع في مصر؟ الوكيل يعني. لا اكيد مش هيجرالو حاجه، تدوس الزرار بقى. لا صنع. وعايزين برضه كمان حاجه حلوه يعني، نعمل زرار خاص بالاوضاع اللي موجوده في مصر. زرار يدوس على الزر المسؤول يختفي. طب المسؤول المقصر اختفي. لا غير يا فندم المسؤول والمقصر. لو الزرار موجود وممكن تخلصي من جوزك مش من المسؤول، تعملي ايه؟ لا والله حرام برضو. عشرة. لا حرام ليه؟ مش هيجرى له حاجة. طب انا عايز اسألك حاجة، لو هو الزرار ده هيدوس عليه عشان يخفيك انت، تفتكر يعملها؟ والله في ظل ظروف بقى الامتحانات والحاجات ديت، انا احب اختفي اساسا لفتره كده لغايه ما الولاد يخلصوا الامتحانات ويخلصوا كل حاجه وانا ارجع لهم. يلبس هو الامتحانات يعني. ايوه يلبس المذاكره والامتحانات والسهر والصبح وكله. طب يا فندم معلش، لو الزرار ده معاكي 24 ساعه وحقيقة ممكن تخفي زوج حضرتك، تدوسي على الزرار ولا لا؟ لا حرام. لا لا حرام ليه؟ الراجل مش هيجرى له حاجه، ده هيبقى في مجره ثانيه. عجبني المجره دي. ما هو احنا لو هنروح مجره ثانيه نروح كلنا مع بعض بقى، انا وهو برضو على نفسه في المجره الثانيه. على نفسه برضو. شكرا ليك يا فندم. معانا احمد من طنطا. الو. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. منوره استاذ رجاء. نور السلام. اهلا وسهلا. بالنسبه للموضوع اللي انت قلتوه، يعني انا ادوس على الزرار لان البني ادم ممكن يغلط في اختياره. فبالتالي ممكن يغلط ان هو مثلا يتجوز او كده فيعاد لي الاختيار مره ثانيه، فانا موافق موافق للاستاذ عمرو 100%. حضرتك متجوز يا فندم؟ فحضرتك لو عندك الزرار اللي يلغي مراتك تلغيها؟ الغيها يا فندم، طالما مفيش اي مسؤوليه زي ما حضرتك بتقول. الله الله. اي مسؤوليه عليها من اي مكان. لا مش هقدر لك اي حاجه، لا محكمه ولا قاضي ولا 100%. بما ان انا راجل قانون وبتقول مفيش اي مساءله عليا، الغيها. ولا اي شيء ولا انت مسؤول عن اي حاجه. ولا اي حاجه. انا بالنسبه لي يعني ممكن اغلط في الاختيار، في الزوج، البني ادم بيغلط، فانا ممكن اغلط واتحل من المشاكل دي كلها، اضغط على الزرار. فاول ما اديك الزرار هتدوس عليه. انا يا فندم انا طبعا يعني انا فندم يعني ضامن ان هم مش هيتاذوا او مش هيحصل لهم حاجه، كانهم هيختفوا كان لم يكن، ومش هشوفها تاني. هتختفي. طبعا ما هو يعني ايوه فندم، هو مش عايز يشوفها تاني. في ايه هو ايه؟ شفت الرجاله بقى؟ شفت الرجاله؟ حد بتحبه يعني، مش هتأذي حد بتحبه، بس انت عارف ان هي مش هيحصل لها حاجه ولا ليالي. لا يا فندم مش هيحصل لها اي حاجه، هي ده المكان افضل كثير. هو انت خايف على المسؤوليه بس ولا خايف عليها؟ لا طبعا، ما انا بقول لحضرتك زي ما الاسلام اللي بيقول، يعني هم مش هيحصل لهم حاجه يعني خالص يا فندم. يعني خالص خالص خالص. هتتبخر. فانا طبعا. هو انت يعني اعتبر ان انت ما عرفتش مراتك او ما اتجوزتهاش او ما جبتش. ديليت. تمام. ديليت في الكمبيوتر. شفت ليه؟ تمام. يعني العمليه بسيطه. شكرا ليك يا فندم. ايوه شفت الرجاله بقى اتنحررت، شفت القلوب الجامده. قال لك ديليت على طول خلاص. بس انا عاجبني بقى ان شهادات الضمان اللي هيوزعوها معاك. لا اليابانيين 5 سنين انها ما ترجعلكش تاني. 5 بس؟ خمسه ولا فور ايفر؟ لا 5 سنين في ضمان. لا يعني في ضمان ان الزرار يبقى شغال. 5 سنين. بعد 5 سنين ما حدش عارف بقى ايه اللي يجرب الدنيا. عمرو من جده. اهلا عمرو بيه، ازي حضرتك؟ اهلا. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم عليكم بخير وسعاده. الله اكرم يا فندم. شكرا ليك. كل سنه وحضرتك طيب. كنت سعيد جدا مره بلقائكم في الحج، ان شاء الله ربنا يسعدكم وتتكرر ونشوفكم تاني ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، ربنا يعني يجمعنا كلنا كده ان شاء الله. استاذ عمرو. ايوه اتفضل يا فندم. الزرار حضرتك هتدوس على الزرار ولا لا؟ انا
انا المذيع يا فندم مش لازم اثر على رايكم يعني. لا يعني انا علموني في الكليه لازم محايد، لو طلعت في البرنامج ده بقولش رايي فعلا. طيب هو الزرار ممكن يكون فتره مؤقته ويرجع بيه وايه حسب طلباتك انت عايز ايه؟ ما احنا ممكن نتكلم الباشمهندس نيكاناوا الياباني يعني يعمل لنا الحكايه دي. خلاص يا زعور ممكن نعمله فترات مؤقته. يعني حضرتك يعني شايف الفتره اللي عايزه تختفي فيها قد ايه؟ يعني فتره امتحانات، فتره طلبات رمضان، شهر يعني. ممكن ممكن لا. هي تختفي شهر يا دوب كده. انت تحب ان مراتك تختفي شهر؟ بس كده يعني. طب ما تديها اجازه يعني، انا هجيب لك الزرار من اليابان ومصاريف رايح ومصاريف جاي ونيكاناوا والمهندس والضمان وعايز شهر عشان خاطر الولاد برضو العشره ما تكونش. لا اسمع، هتاخد معاه الولاد. لا طب ايدي على ايدك ايه؟ هتذاكر لهم هناك. ايدي على ايدك يا عمرو بيه. ايوه كده تختفي للابد هي والعيال، تقوم الصبح ما تلاقيهمش خالص. وهي جنب ايه على فكره؟ لو هي جنبك لا دي ست كويسه طبعا حافظ عليها. طب خليها تقول لي لو الزرار معاها هي هتخفيك انت ولا لا؟ ها؟ طب هي مع حضرتك ايه؟ عشان يبقى اسمه المخفي. ايوه مع حضرتك ايه؟ مساء الخير. الو ايوه حبيبتي مساء النور ونور رجاء، ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو الزرار معاكي هتعملي ايه؟ ايوه لا مش هعمل كده ابدا حرام. ليه يا فندم؟ شفت بس الستات؟ ده على فكره مفيش اي مسؤوليه جنائيه. يعني مفيش اي حاجه عليكي، ده هو يختفي بس هيتبخر. ايه يا فندم؟ وممكن لا لا طب تفتكري هو ده هو ناوي يدوس الزرار يخفيكي شهر؟ هو حر يا مدام. هو براحته بقى، هو حر يعمل هو براحته. ايه الجمال ده يا حبيبتي؟ كنت طبخين ايه النهارده يا حبيبتي؟ كان في ايه على الغدا قولي بس. ايه يا فندم بجد كان في ايه على الغدا النهارده؟ كان في مش فاكر كان في ايه على الغدا. كفته كان في مكرونه وكفته. كفته ما عشان كده المزاج عينك. كفته شكرا ليك يا فندم. يا فندم الزرار ده هيخفي الراجل بسلطاته او الست بسلطاته، بالعيال، بكل حاجه، بمشاكلها، بديونها، كمان بالعيال، كل حاجه. التاريخ كله هينتهي، هتقوم الصبح فريش، حياه جديده، فجاه تقوم كده تمشي تفتح التلاجه، تقفل التلاجه، محدش يقول لك انت فين؟ انت جيت؟ انت بتعمل ايه؟ فجاه الحياه وما عليكش اي مسؤوليه جنائيه، ومحدش هيقول لك هي فين؟ الناس كلها هتنساها، هتتلغي من تاريخ الوجود. ايه الرغبات الدفينه اللي جواك دي؟ ده انا بقول المانيوال بتاع وما بتاثرش على الناس. هو انا اللي عامله ده ياباني. المانيوال بتاع ياباني بغير ملكك. جابانيز. سين شي هونج تي. ياباني بغير ملكك. معانا؟ سهر من الزقازيق، اهلا سهر هاني. ازيك يا استاذ عمرو؟ اهلا وسهلا يا فندم. ازيك يا مدام رجاء؟ ازيك يا سهر؟ بص يا استاذ عمرو انا ليا راي تاني خالص. طب كويس. جوزي ده حبيب قلبي. جميل. وروح قلبي وحياه قلبي واغلى الناس. طب روحي 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 روحي. ايوه روحي 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 كده بالظبط. طب دوسي على الزرار بقى وخلاص. طب والزرار موجود هتعملي ايه؟ لا هو ممكن حضرتك تخلي اختيارات ان انا ممكن ادوس على، تخلي حد يقول لي يعني تدوس على زرارات مرات ابنك جوز بنتك، لكن الناس اللي مش عايزاها تيجي البيت. ايه؟ الناس اللي مش عايزاها تيجي البيت يعني. حماتك. لا جوزي لا. يعني حماتك، جوز بنتك، مرات ابنك. يعني لو هم وحشين انا عندي ولدين ومراتاتهم، مراتاتهم دول بناتي. لكن لو كان ليا بنت وجوزها وحش هدوس على ام الزرار مش الزرار. طب بالنسبه لام الزرار تفتكري جوزك لو اتيح لي الزرار ده ممكن يدوس عليه أمه عشان يخفيكي شويه؟ ما يقدرش يعيش من غيري. ما يقدرش، انت متخيله كده؟ لا هو ما يقدرش يعيش من غيري. انت مصدقه الكلام ده؟ اتجوزنا حضرتك واحنا زملاء في الجامعه 4 سنين. وبقى لكم متجوزين قد ايه؟ 25. ده لازم يدوس الزرار فورا. ده خلاص ده بالمده 25 سنه ده يخرج. تأبيده ابدا. طب خدي شهر اجازه. ابدا. لا هو مش هيقدر ياخد اجازه يوم. هو يعني انتوا سعداء قوي كده جدا ومتجوزين؟ يا
ايه النقي ده سيبه. اه يا عمرو انت كنت طبخين ايه الدور النهارده برضو؟ اه يا عمرو بص يا عمرو احنا بناكل اي حاجه احنا عايزينها، واحيانا لو نفسي في حاجه الاقيه جايبها قبل ما اقول له. ده ايه الكلام ده؟ متجوزين؟ اه لسه؟ ايوه يا عمرو. طب الزرار؟ لا ملوش لازمه خالص، الزرار ده مع مع الرجاله الوحشه اللي بتزعل مراتها. لا يا يا فندم يا فندم مفيش معاهم بمقال الله وقال الرسول. انا بديكي فرصه فريش ستارت، بدايه جديده. يعني هو مش هيزعل، هو هيبقى في مكان حبيبي ده كتير. مريحني. بصي لا لمده محدوده. لمده محدوده ابدا ما بيزعلنيش يا جماعه. جمعه شهر. لا 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 ويرجع معاه لو هو هدايا عايز يعمل من المجرة التانية. اوكي ما تفرقش معايا، لكن انا ما عملش معاه. ماشي. احمد من القليوبية، اهلا احمد باش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ عمرو؟ الحمد لله يا فندم. هتدوس ولا لا يا فندم؟ إيه هدوس بامر الله طبعا. هتدوس بامر الله. هو ده اتكل على الله، اذا عزمت فاتكل على دوس يا راجل. دوس على الدنيا وامشي عليها. حضرتك هو ليه ما يبقاش المخترع ده مصري يا فندم؟ مصري كمان ومن طنطا، ايه رايك؟ وزرار صناعه محليه. احلى ناس طنطا الغربيه. اه اجدع ناس. وزرار صناعه محليه تدوس عليه يشتغل العمر كله. فحضرتك هتخفيها بالزرار. والدي مع حضرتك عايز يقول لك حاجه. والدك اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عمرو؟ اهلا بيك يا فندم. ازاي حالك؟ الحمد لله. انا هدوس على الزرار ان شاء الله. ان شاء الله برضو هتدوس على الزرار بدون تردد. اكيد. خد بالك مش هترجع تاني. لا ترجع. مش هترجع تاني. امتى؟ مش هترجع. ما ترجعش بقى، ما انا بقالي 30 سنه يعني خدت تأبيده كده خلاص. ايوه كده هم دول رجاله. وبعدين اللي هتشوفها لا تطبخ ولا هتيجي ولا تسمع. الزرار ما بيرجعش. ما انا بقالي 30 سنه خدت تأبيده كفايه عليا كده. ادوس الزرار. طب شكرا ليك فده. هبعت لك انا نسخه تجريبيه، هم ناويين يبعتوا عدد من النسخ التجريبيه للناس الجريئه اللي زيك. ايمان هانم. إيمان هانم. ألو. أيوة يا فندم. ألو. أيوة يا فندم. أنا نريمان. أهلا نريمان. إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. هو بس أنا عايزة أطلب منك طلب، عايزة نمرة المخترع وساكن فين أو الشركة دي فين عشان أسافر له تاني يوم. هو فندم اسمه ناكيناوا في شارع الزهور في طوكيو. بكرة هاخد أول طيارة وأسافر له. وتسافري له ليه؟ أنا هجيب لك أنا الزرار هتدوسي؟ دي مستعجلة. أنا هجيب لك الزرار يا فندم لغاية عندك هتدوسي؟ إن أنا هقعد عليه عشان ما تضمنش. هتقعدي عليه يا فندم إنه ما يشتغلش. عشان تضمن. بس على فكرة ما بيرجعش تاني. أنا مش عايزاه يرجع تاني. وهيختفي تماما من حياتك بذكرياته بسلطاته ببغنوجه. يا ريت الرجاله كلها تختفي ما عدا بابايا. الله 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 الله. واضح انك بتحبيه جدا. قوي. لا الف واضح. مبروك يا فندم انك كسبتي اول زرار. يلا انا مستنيه بكره بليز. هبعته لك بكره يا فندم ان شاء الله. اوكي مستني. هو بعت لنا كميه للتجربه يعني. في حضرتك وفي المشاهد الكريم اللي قبل كده، كل واحد هنبعت له زرار يعني. معانا احمد من الجيزه. احمد يا مدام رجاء. اهلا بيك. ازيك يا استاذ عمرو؟ اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك استاذ عمرو؟ انا عايز اربع زراير مش زرار واحد. اربعه؟ انت متجوز اربعه؟ ان انا ابقى زبون عنده. لا انا دلوقتي في واحده ويبقى في ثلاثه. احتياطي يعني. احتياطي. انت عايز تجيب دي وتدوس دي وتدوس دي وتدوس دي وتدوس. انا على السلم دلوقتي يا استاذ عمرو. رايح على اليمن على طول. هي طالعه على السلم يا فندم. طب نلحق نخلص بسرعه. لا انا 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 قلت اهزر في الاول، انما انا طبعا خدتها. انت ايه فاهم؟ مش هتدوس الزرار؟ عارف ان اكيد في ضغوط على الحياه. ولازم نستحمل مع بعض يعني. لا يا فندم. لا يبقى دخلت الشقه خلاص. بص يا فندم انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه. هي هتختفي بالضغوط.
ايه رايك؟ آه لا احنا لازم نستحمل زي ما تشاركنا من الاول احنا من يا فندم اسمعني تستحمل طبعا. ايه ده هي لما تمشي كل الضغوط هتمشي. ايه رايك استاذ عمرو؟ فكره الزرار دي فكره حضرتك على فكره. لا ده الراجل الياباني نيكناوا هيبقى معانا بكره على الهواء. فكره حضرتك ده يا استاذ عمرو. طب هقول لحضرتك حاجه، هي حد هتمشي بالضغوط هتعدي ماما شويه كده وشويه كده مش كلها حلوه يا استاذ عمرو. لا انت هتخلص منها والضغوط دوسه واحده. طب وتبقى الحياه حلوه في ايه؟ ما هو في ضغوط تاني، يبقى عايزين بقى كده مليون زرار. لا يا فندم مش في ضغوط خالص. خلاص لو على ضمانتك يبقى انا عايز اربعه. عايز اربع زراير، ايوه كده هو ده الكلام. اخلص يا راجل، ده احنا هنجيب الزرار ده من وتقول لي ما بتاثرش على الناس. عمال تاثر على الناس. انا محايد، انا كمذيع وكان الاول كمذيع بس الزرار دي مين هيبيعها؟ ايوه بوكر فيس يعني الشركه، وبتأثرش شركه معلنه عندنا وكده. أيوة. فجيب لنا زراير استعملوا الزرار وانا ناوي اخش معاهم شريك. معنا مين؟ هشام. اهلا هشام اتفضل. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. انا هشام من ليبيا متواجد في مصر. اجدع ناس حبايبنا اتفضل. الله يسلمك. ازيك يا مدام رجاء؟ الحمد لله يا فندم. ازيك انت؟ كل سنه وانتم طيبين يا استاذ عمرو. انت بالصحه والسلامه يا استاذ عمرو. انا عايز ثلاث زراير. ثلاثه؟ انا متجوز ثلاثه والله وسعيد. ده انت سعيد. لا 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 لا. بس الثالثه ممكن اخليها لانها طيبه، لكن الثانيه خمسه. الخمسه ايه يا فندم؟ في خمسه؟ الثالثه ممكن تخليها. هي بتبقى الثالثه ثابته. طيبه كويسه، لكن التانيين بيتامروا عليها. فانت عايز زرارين. اعمل ايه؟ ولو عندك زرارين هتخلص منهم الاثنين. دلوقتي فورا. فورا، وتخلي الثالثه. الثالثه خليها. طيب وهي الثالثه جنبك دلوقتي ولا الثانيه؟ لا لا انا قاعد في المنوفيه دلوقتي، هي بعيده شويه، قاعد في القاهره. يعني انت لا مع الاولى ولا مع الثانيه ولا مع الثالثه؟ لا الثالثة معاها، لكن التانيين هم اللي قاعدين في ليبيا، لكن الثالثة قاعد معاها هنا شهر عسل. هو الزرار ده مش عارف بيوصل ليبيا ولا لا، بس هشوف. بس فكرة الزرار يا استاذ عمرو جميلة قوي. ده انا شريك. نحن عايزين نصدرها لليبيا. على فكرة هيختفوا تماما، يعني هيكلموك في ليبيا يقول لك مراتاتك مش موجودين. جميلة والله. جميلة والله، شفت ازاي؟ أي خدمة. وخلي اللي هنا في مصر في المنوفيه. نحن عايزين منها مجموعه زراير عشان تمشي ليبيا. ما يعني هيبقى موجود وهيبقى في اقبال كبير، انا عارف، بس يعني اعمل ايه؟ انا ما كنتش عارف ان في اقبال كده. شكرا ليك يا فندم. اللي عنده ثلاثه عايز يخلص، واللي عنده واحده عايز يخلص. ايه يا جماعه متضايقين؟ ولا واللي عنده واحده عايز الاحتياطي ثلاثه. طب يعني ليه الناس متضايقه كده؟ انا عارفه غريبه، رغم انه اللي بيبقى متجوز ده بيبقى سعيد يعني. سبحان الله، بتقعد تحصل خصوصا لما بيكون متجوز مصريه كمان، فبتبقى السعاده غير طبيعيه، مليانه سعاده مطرطشه. الزرار في معانا مين؟ اهلا رانيا يعني متفضله. ايوه رانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ عمرو؟ اهلا وسهلا. ايوه انا معلش انا مضطربه شويه عشان انا اول مره اشترك في برنامج. لا ما تضطربيش، هتدوسي على الزرار ولا لا؟ بسيطه. ايوه طبعا هدوس. ايوه طبعا هدوس، هم دول الستات صح كده. انت متجوزه؟ ايوه متجوزه. بقالك قد ايه؟ بقالي 15 سنه. لا دوسي. وعلى فكره مش هيرجع تاني. لا ما هو ما يرجعش. ولا هتشوفيه تاني خالص. احسن برضه. مش هعرف ارجعه. الحمد لله. حالا يا استاذ عمرو. لا حتى لو انت هتكسري وراه قلة. حتى لو انت حنيتي بعد كده مش هتعرفي ترجعيه. لا هيبقى في مجره ثانيه وده مشوار. بضغوط بضغوط الحياه مدام رجاء خلاص يعني الواحد عشان يرتاح. بس الزرار هيبقى قدامك 24 ساعه، لو جبتهولك هتفكري شويه ولا هتدوسي على طول؟ ممكن افكر عشان خاطر العيال. لا العيال هيروحوا معاه. لا ما انا ما اقدرش استغنى عن العيال. لا ما انت هتنسيهم. لا عيالي لا هتنسيهم. لا 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 انا توفى عندي ولد وانا مش قادره انساه لغايه دلوقتي. لا ربنا يعني يرحمه يا فندم. طيب يا فندم اجيب لك الزرار. حاضر. طيب استاذن حضرتك في رقم حضرتك ضروري. موجود يعني. يا فندم وصل لك الزرار، انت من الناس اللي هاجي لها زرار ان شاء الله. شكرا لك. طلعت شفتش كده عمري؟ شفتش كده بقيت تاجر زراير استاذ عمرو؟ ايوه طلع باشا.
حبيبي يا رئاسة. اهلا اهلا ست الكل. مساء الخير يا فندم. طيب انا عايز اعرف دلوقتي بعد ما هيختفوا هيروحوا على فين؟ لو عاوز يرجعوا لنا تاني. لا مش لا مش هيرجعوا، ما تخافش، في ضمان 5 سنين. بعد 5 سنين هيرجعوا؟ لا هيرجعوا، ده انا عارف دول عاملين زي القطط بسبع ارواح. لا مش هيرجعوا والله، ما تخافش دوس بس. صدقني يا بيه. لا هيرجعوا ازاي، ده ياباني. احنا ده هنسفرهم على على كوكب المريخ. مش هيرجعوا تاني، هيبقوا في مجرة تانية. اه ده الضمان. لا هنسفرهم على كوكب المريخ، نجيب لهم صاروخ زي اللي بيطلع القمر الصناعي ونسفرهم على المريخ. طب المهم هتدوس الزرار ولا لا؟ معايا واحد سوداني برضو عايز يكلم عليك اهوت من الجالية السودانية. ده قبل السوداني البورسعيدي، عايز هيدوس ولا لا؟ الو. لا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا والله. اهلا اهلا باخواننا من السودان الشقيق. يا استاذ عمرو اديب اخبارك؟ الحمد لله تمام يا فندم. تسلم كثير استاذ عمرو، تسلم الانسه سيدي عبد الممثل الكبير المحترم الغدير جدا. طب حضرتك يا فندم هتدوس على الزرار ولا لا؟ زرار. تسلم والله. فندم؟ لا لا مش سامعين بعض. دوس على الزرار. هتدوس؟ ارفع الشعار. هتدوس على ايه؟ هتدوس على الزرار وترفع الشعار. نليط الجي ونرفع البي. هم دول الكلام، نرفع الشعار. هيبقى شعارنا ايه؟ دوس على الزرار وارفع الشعار. تحيا مصر كده. مين معانا؟ بلا عودة. بوسي. اهلا يا بوسي. الو. ايوه. الو. ايوه ازيك يا استاذ عمرو؟ الحمد لله يا فندم. انا معاك ان انا ادوس على الزرار تماما يعني. تماما. يا خبر ابيض. ده هيروح في البحر. اه انا موافقه جدا، لو يا ريت بقى عندك، لو عندك زرارين انا موافقه جدا. ليه بقى ايه على زرار ان انا اودي جوزي، والست بقى ايه اللي باخد منها الايجار كل اللي بتاخد بيديني الايجار كل شهر. ايه؟ اه الست اللي انت مأجره عندها عايزه تخفيها برضو. اه برضو عشان ارتاح برضو. اه طيب لو جوزك اختفى مش راجع تاني خالص يا ريت، انا معاك انا موافقه. وهو انت متجوزين بقالكوا قد ايه وسعده كده؟ بقالنا سنه. سنه وعايزاه يختفي؟ ما شاء الله. ده سره باتع. ما شاء الله. ايه ده؟ بس على الاقل ما يختفي هتختفي معاه الست بتاعت الايجار، لان هو اللي كان بيدفع الايجار، فكل حاجاته هتمشي. ايوه والست بقى اللي ايه؟ صاحبه الشقه بالمره. عشان انا اشيل بقى ايه؟ كل شهر بقى ايه نشيل بقى هم الايجار والكلام. لا خلاص مفيش ايجار، ما هو ماشي بحاجته بسلطاته ببغنوجه كل حاجه. بكل حاجه. كل حاجه. طب وحضرتك لما بعت لك الزرار هتدوسي عليه على طول؟ على طول من غير تفكير، ده وانا مغمضه. ده ايه الحب ده؟ ايه ده؟ وسنه. طب هو يا فندم لو جاله زرار هيخفيكي برضه ولا هو هيبقى عايزك؟ لا ده انا ممكن لو انا هسافر هناك اجيب الجهاز ده، ده انا ممكن ادوس على الجهاز من هناك اصلا. ده ايه الحب ده؟ عصافير. يا رب. انا هجيب لك حضرتك من الناس اللي هيجي لك زرار. انت من الناس اللي هتتزرر يعني. جامد يعني. شكرا ليك يا فندم. ايه الحب ده؟ في ناس هنهديها زرار، يعني في ناس هبعت لها زرار على طول بجفت كده. بالجرانسي كله. هذه الفقره انا لا انهيها، مدام رجاء اللي بتنهيها. انا ايه؟ انا ايه يعني بيدبس أثر على كل الناس، خلى كل الناس دلوقتي عمالة تدوس على الزراير. الحرية أولا بدون مسؤولية. اختفاء. اختفى. اختفاء. طب إيه اللي وحش في كده؟ إيه اللي مضايقك؟ أنا مش عارفة، لكن إذا إنسان شرير زي ما قلت الأول أدوس على الزراير. شرير ليه يا فندم؟ شرير طبعا. يا فندم أنت كل يوم بتاكلي فول. أه في ناس طول، في ناس كل يوم بتاكل. لا مش كل يوم. يعني يوم فول ويوم طعميه يوم بتنجان. هو هو يعني. لا مش هو هو، البتنجان غير الطعميه يعني. طيب لكن دوس الزرار وغيري، غير. في اشاره مرور بتفضل خضرة على طول، برتقاني واصفر. دوس على الزرار وارتاح للنهار. لا لو انا ضمن ان النهارده الراجل اللي انا عايزه اتخلص منه او الست اللي عايزه او الراجل عايز يتخلص من الست يتخلص ممكن ليه؟ ده مش تخلص. تخلص طبعا. ده ريستارت. ريستارت. ريستارت على جثه اللي اختفى ده. جثه ايه؟ مفيش جثه، ما اختفى. ده تفكيرك القديم، اليابانيين غيروا. انتشر في الريح. ايه ده؟ تبخر يا عيني يا رب. الراجل اختفى. افكارك مجنونه.
مش افكاري، ده ياباني. افكارك مجنونة، جابانيز جابانيز، وانت مقتنع بيها مستر سوشي، وعمال تسوق للجهاز الغريب الشيطاني ده. طيب اطلعي فاصل. طيب اطلع نطلع فاصل، وبعد الفاصل نتكلم تاني على الزرار، هل تدوسي عليه وباصرار عشان يختفي العنصر التاني، وهل هو ممكن يعمل كده ولا لا؟ برضه حلوه، دوس على الزرار باصرار. ايوه انت بتقولي دوس على الزرار باصرار عشان ما يرجعش تاني، ولا يبقى في زرار تاني لاسترجاعه بعد فتره، نكون الامور هديت بينا وبين بعض ونرجع تاني نستمتع ببعض. ابقوا معنا. طبعا القضيه دي فرصه، وانتوا عارفين حاجه المستورده بتيجي البضاعه بتخلص، ما بيقعد ما بيجيش تاني، هتتسحب يعني السوق. الكميه دي هتيجي من اليابان بكره ولا بعده، خلاص انتهينا ما بيجيش تاني، حلني بقى على ما يجي لنا بضاعه جديده، ويكون الدولار وقتها ب 40,000 جنيه الدولار. عمرو التعليقات كتير عندك، التويتر مقلوب، اللي هو اغلبه هيدوس، كله هيدوس، اغلبه هيدوس، هيدوس ستات ورجاله هيدوس. حضرتك مش واخده بالك، انت ما عليكيش اي مسؤوليه لا عاطفيه ولا قانونيه ولا جنائيه، هيختفي تماما من حياتك. طب جت ام المرحوم بيختفي بملفاته، امه مش هتسال عليه، هو لم يعد موجود، لم يعد موجود. لا يعني صحيفته اختفت، الملف بتاعه السجل المدني كله، الملف بتاعه اتشال، يعني تروحي تسالي عليه في ملوش بطاقه ولا بطاقه تموين، ولا هتلاقي هدومه في الدولاب، بتاع الدولاب كده ما تلاقيش هدومه، كوتونيل كوتونيل والامبراطور وكل حاجه. ايه ده؟ ايه اللي انت عمال ياباني؟ هو انت فاكره ده اي كلام؟ لما بيعملوا حاجه بيعملوها صح. بيعملوا بقى عباده، عباده وعدم استدعاء. ايوه محمد من الرياض. اهلا محمد باش. اهلا يا باشا. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مبسوط جدا اني كلمتك، انا اول مره اكلمك، مثلا بقالي يومين بحاول اكلمك، وقاعد دلوقتي ساعه ربع بحاول، بعد كده ربع ساعه على الويتنج. طب انا اسف جدا يا فندم، اتفضل. لا انا مبسوط، ما عنديش اي اعتراض، انا قاعد ساعه هستناك، ما عنديش اي مشكله. هتدوس الزرار ولا لا؟ لا طبعا. لا طبعا. انا عايز زرار تاني، اختراع ريسيت. عايز زرار تاني ايه؟ ريسيت، ابدا من الاول. هو صار 10 سنين. عايز زرار ارجع ال 10 سنين من الاول، ابداهم تاني. ما هو حضرتك هي هترجع من الاول خلاص، هي مش هتبقى موجوده في حياتك. لا لا لا، انا عايز ال 10 سنين معاها من الاول. انت عايز تبتدي معاها تاني عشان الحاجات الله. اللي عملتها ما اعملهاش. ده زرار ريبلاي. الله، سلو موشن. نبدا من الاول عشان تنسى كل الحاجات الوحشه، انا استاهلها ما اعملهاش تاني. عشان انت اي حاجه عملتها فيها وحشه ما تعملهاش تاني. طبعا طبعا. ايه الرقي فال 10 يبقوا 20. ده ايه الحلاوه دي؟ انا ما اوريش حاجه. انا وهي ربنا يخلي يا فندم، عصفورتين والله. وحضراتكم متجوزين؟ ايوه بقول لك متجوزين بقالي 10 سنين، وقبليها 5 سنين خطوبه وحب في الكليه. سعداء يعني. سعداء طبعا. الحمد لله في لحظات صعبه، بس يعني في حلو كتير. الطريقه كتير. شكرا ليك. الطريقه اللي انت بتسال بيها وسعداء، وكانك يعني شايف حاجه غريبه جدا. لا لا انا يعني بهنيه يعني، لا شكلك ما بيقولش كده، دي تهنئه وسعداء. الف مبروك سعداء. احمد من اسكندريه. اهلا احمد باش. استاذ عمرو عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا باشا. موضوع الزرار ده كويس قوي، مفيد قوي، بس هو لو مثلا يبقى بتقنيه الميوت، ادوس عليه ما خلاش يطلع صوت خالص. ميوت مثلا لمده. ميوت بس يبقى في اشاره برضه، مش مشكلة، بس أهم حاجة أو ترميك بحاجة أو كده. موجود يعني موجود. لا ما ينفعش. أو مثلا أخيها لمدة معينة، بحيث إن هي برضو تعيش حياتها. أنت عايز تخفيها قد إيه؟ عايز تايمر يعني، عايز توقيت لمدة مثلا بعد الولادة، عشان هي بسم الله ما شاء الله حملها تعبني، فربنا ييسر لها الحال بقى، وقارتني وقارتها بصراحة بعد الولادة. هي هتمشي هي والعيل، كل حاجه تخلص من ده كله. هي والعيل. ايه رايك؟ فرصه. مش هتبقى اب. هبقى اب بقى، ما هي تيجي بقى بالبيبي، نبدا حياه من اول وجديد كده على ميه بيت.
مش كده؟ فحضرتك لو تحب تخفيها تحب تخفيها قد ايه؟ شهر مثلا؟ لا من 7 شهور تكون جايب البيدي كده وزي الفل. قد ايه؟ اسبوع؟ 7 شهور. 7 شهور عايز تخفيها 7 شهور. 9 بقى بتوع الولادة. لا ما هو هي حامل بقى لها 2 شهر باقي 7. يكمل. مش عايز اشوفها في المدة كده. طب احنا ممكن نخفيها وما تجيش لا هي ولا العيل. احسن برضه. احسن. شفت ازاي الزرار بقى؟ شكرا ليك فيلم. ايه ده؟ ايه الجمال ده كله؟ ما هو ما فيش عيل جاي فما فيش مسؤولية. هو موجود دلوقتي. هي والعيل مش هيجوا تاني. يا ساتر يا رب. في ايه؟ اللي في ايه؟ في ايه؟ فله شمعة منورة. عصفور محلق. معانا مين من البحيرة؟ بوتي؟ الو بوسي. يا بوسي. ايوه مدام رجاء عاملة ايه؟ ازيك يا بوسي؟ الحمد لله. يا حبيبتي قولي، هتدوسي على الزرار؟ هو مش انا، مامتي. مامتك هتدوسي على الزرار عشان تخلص من باباكي؟ الله. وكلكم عايزين تخلصوا من باباكي؟ لا مش كلنا والله، بس احنا بنسأل دلوقتي لو احنا اتكينا على الزرار ده هيختفي من قلبها كمان؟ من كل حاجة. من قلبها ومن دماغها يختفي تماما. عايزة 3 ماما. ايه؟ هي عايزة 3. عايزة 3 زراير ليه؟ ليه يا بوس؟ ليه 3؟ يعني ب 15 سنة. هما لا، هو الزرار يعني بيلغيه 15 30، هو بيتلغي كله مرة واحدة. وانت كمان يا بوسي عايزة بابا يختفي؟ لا لا لا، انت عايزة بابا يبقى موجود. شكرا ليك يا بوسي. دايما البنت حنينة، حبيبة بابا. حبيبة بابا، بس ماما بابا يختفي. عدنان من بريطانيا، اهلا عدنان باش. دول زمان وموصل عندهم زرار ده من زمان. اهلا بيك يا فندم. ازيك؟ اهلا وسهلا. كم الطرابيه كام دلوقتي؟ كم زر؟ كم زر؟ والله في 5 هنبعتهم لناس بالبريد يعني. كويس. انت عايز اللط كله؟ عندي زرار ممكن تعمل ميوت لمده شهر. عايز زرار؟ عندي زرار لمده شهر، وعندي زرار لمده 2 شهر. انا نوكيناوا، انا مش عدنان، انا نوكيناوا. نوكيناوا شخصيا. موشي موشي. ازيك؟ موشي موشي. انت ياباني بتتكلم موشي موشي بقى ياباني؟ طبعا انا ياباني من اصل سوري مصري. طب دلوقتي عندك واحد يخفي شهر ويقعد يخفي 2، واحد يخفي 3. عندنا كل الاحتمالات. طب اظن ده وصل عندكم لندن دلوقتي. عندك 2 شهر. عندك؟ انا مش من لندن، انا من حد لندن. كل المعلومات غلط. طيب حضرتك تدوس على الزرار ولا لا؟ والله شوف، انا زوجتي جنبي. اول شيء مساء الخير يا استاذ عمر. مساء النور يا فندم. مساء الخير يا استاذ رجاء، هي اول مره بشترك معكم. اهلا وسهلا. حضرتك هتدوس على الزرار ولا لا؟ والله انا زوجتي جنبي. هو زوجتك جنبك؟ فيبقى هتدوس على الزرار. لا هو خايف يدوس على الزرار. ضغطنا عليه واحد منا بيروح. هيدوس عليه وهو بعيد عنها الظهر. شكرا ليك فندم. بس الست قاعده جنبه. بس هو الفكره ايه؟ انك لو دوست على الزرار هتختفي. بس معلش. معلش ايه؟ يمكن ترجع بعد شويه شايلها. مش يمكن يطلع عطل في الزرار ياباني؟ ايوه احنا مش عاملينه هنا تحت السلم. سوسه الزرار باظت تروح راجعه فجاه. ياباني سوسه ايه؟ انت برضو شغاله بالصناعه اللي هنا، ده ياباني. مش عارف، حاسه انها ترجع لي وترجع لي بقى ماسكه سطور. ما بترجعش ياباني، انت مش هتفتح. هي لو رجعتك مش تعرفيها. ليه يعني؟ هتبقى كده؟ لا انت بتنسيخ بديليت. انت مش فاهمه مفهوم الديليت على فكره. انت مش عيله. لا فاهماه. فاهماه كويس قوي. مين معانا؟ ممكن قوي يرجع. اهلا نادي هانم. اهلا، مساء الخير. مساء النور يا فندم. كل سنه وحضراتكم طيبين. انا مدام ناديه المنصوره، واتصلت بحياتك قبل كده برضو. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. وبحييك على البرنامج والفقره دي اللي انا بستناها من اسبوع لاسبوع طبعا. وانا كمان والله. حضرتك انا بص، مش هزور بقى يعني، مش هدوس كده على الزرار شيء طبيعي كده زي بقية الناس. لا ده انا عايزه الجهاز نفسه افجره.
جهاز نفسه. انت عايزه الجهاز شخصيا؟ شخصيا تقعدي تدوسي فيه لما تكسريه. بالظبط كده، عارف حضرتك بتاع الاسفلت دي اللي بيسفلتوا بها الطريق دي؟ بالظبط كده، ان انا اخلي الجهاز نفسه بصوت الارض، ما حدش يستعمله بعد كده مني، يعني اكون انا اخر واحده تستعمل الجهاز ده. حضرتك يا فندم مش هيرجع تاني، انا ما اقدرش ارجعه. حضرتك تديني ضمان انه ما يرجعش تاني؟ لا انا بضمان، انا بقول لك بس عشان تبقي فاهمه، مش هتشوفيه تاني. هم بيدوا ضمان 5 سنين. ومن ضمن الضمان حضرتك هتاخد طبعا الصيني اللي معمول تحت بير السلم اللي عندي ده، وتديني ياباني اصلي بقى كمان، المخترع اللي عمل الجهاز ده. لا هديكي ياباني اصلي، انت من الناس اللي هبعت لك. بالظبط كده. فحضرتك عايزه تدوسي على الزرار ويختفي تماما من حياتك. نهائي نهائي، يعني يا ريت افقد الذاكره تماما ان انا دوست اصلا. لا ده بيتدلك، مش هتفتكريه خالص، يعني لو 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 ظهر في اي شكل مش هتعرفيه. يا ريت والله والله يا ريت يا استاذ عمرو، يا ريت. حضراتكم متجوزين بقى قد ايه؟ كنت عايزه اسالها بقالك قد ايه متجوزه؟ انا متجوزه بقالي 20 سنه. لا كفايه كده. كام؟ 20 سنه كتير والله. لا دوسي على الزرار وانت مطمن. 20 سنه. 20 سنه. بس هو لو جاله الزرار يدوس عليه برضه وتفتكري؟ لا تخيل تخيل، شوف انا بقول لحضرتك ايه، بس هو لا. يعني انت عايزه تخلصي من الراجل؟ الراجل يعني فاني حياته وحبه وفلذة كبده فيكي وانت مش عايزاه. بالظبط. ماما تقولي بقى قلة اصل بقى، ما تعرفش كده. خلص بقى. مش راجع تاني. لا ما حياتك بقول لك، اديني اديني انت ان انت ما تديهم، ما ترجعوش تاني. ما ترجعوش. انا هديك الزرار بالمفتاح ونرمي المفتاح. شكرا ليك يا فندم. ايه ده؟ ده اغلب الناس إيه عايزه الزرار. شفت إيه ده؟ انت كنت فاكره في الاول ان الزرار ده ملوش سوق في مصر. ملوش وجود. ده ليه سوق في لندن. صور. مين معانا؟ احمد من المنوفيه. انا احمد باش. عشان ليك. ازيك يا استاذ عمرو؟ اهلا وسهلا يا فندم. لو سمحت انا عندي مشكله عويصه وعايز اكلم حضرتك. الله يديك. لك حضرتك خد تليفوني وخد سيب تليفونك وهنتكلم ان شاء الله. شكرا ليك يا فندم. استاذ هشام من الاسماعيليه. الو الو استاذ عمرو. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ عمرو. انا بس عايز اسال حضرتك على الزرار اللي حضرتك بتتكلم عليه. ايوه فندم. ان يكون مجرب، يعني حد جربه على الستات بتوع مصر. لا بيخفي. ما هو انا هم جربوا على ستات مصر. ما هو قبل ما هم دول اليابانيين بقى، مش اما بيبعتوا لك عربيه. ما عشان هو يابانيين بحجمهم بسالك. لا مش بيجربوا التكييف على الاجواء بتاعتنا، هم جربوا على ستات مصر وخافوا 2 لغايه دلوقتي. ما هو انا خايف. لا عارف انت حضرتك فيلم طاقية الاخفة لما خفى نص؟ لا ما بيخفيش نص، هو الحجم كله وعامل حساب الصبه بتاعتنا. اطمئن يا هشام، هتدوس ولا لا بقى؟ هدوس يا ريس. ايوه كده. خليك معايا ما تسيبنيش بعد ما ادوس. مش هيدوس قوي. لا مش هسيبك، ما هتختفي كلنا مع بعض. طيب هقول لك على حاجه، هنعمل مره اسمها جمعه الزرار. فاكر الجمعه اللي كانوا بيعملوها اصحابك زمان؟ هنعمل جمعة الزرار. ايوه كل يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة تك تك ندوس تك تك على الزرار كلنا. طيب هتلاقي في ضحايا يوم الخميس بقى اللي هو قبل الجمعة ده. شكرا ليك. هشام هيدوس. كله هيدوس. كله هيدوس. وهو خايف لان نصها ويفضل النص التاني زي طاقية الإخفة. ممكن قوي. نعم. يعني يعطل الزرار فيروح سايب لك الجزء اللي فيه لسانة اللي شغال. انا ان شاء الله كميه هيجي لي بكره شويه عينات في. أيوة. عدد مشاهدين انا اتفقت معاهم ان انا هبعت لهم زراير. أيوة. نعمل جمعه الزرار ان شاء الله ونقدر ان احنا المبادره هتتفتح من بكره اول ما الشحنه توصل. هيجي لك على بالليل يعني ولا ايه؟ ما اعرفش بس هيجي لي عينات يعني. يعني بكره كلكم ابتدوا قدموا الطلبات، هنشوف الكم هيبقى قد ايه، سواء بقى بالرسائل سواء على تويتر. ابعتوا الرسائل وعمرو هيورد لغايه البيت مع شهادات الضمان. هم شويه اللي بيجوا دول بيبقوا وش القفص. يبقى التقفيل الحلو الاولاني. فدول بيبقوا كويسين، الزرار ما بيعلقش. طب ولا تحت القفص يبقى ايه؟ اول ما يتضرب هنا، لانه هنا بيقلدوه بقى بعد كده. تختفي نصها. تختفي رجليها. لا تعلق. تختفي انت. في حاجات في الصناعه بقولك السوسته ترد تاني. رجع لك. رجع لك. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا كمان يا عم سعدت جدا. بس انت النهارده يعني عندك اسلوب رائع جدا في اقناع الناس بفكره انا مجنونة. بياع بفكره مجنونه. انا بياع. انا بياع اي حاجه.
اللي بيحصل في الفاصل واللي بيحصل الكلام مع الناس، فعلا تحس ان كل فكره مجنونه ممكن تلاقي اقبال عند الناس. فعمر الحقيقه بيتكفل بان هو يقنع الناس بالافكار المهم بس المجنونة. يعني بعد ما اجيب الزرار ما الاقيش بقى الناس بتتخانق ووصايط وحد يكلمني يجيب لي حد واسطه وسياده اللواء فلان واللواء علان. سعره قد ايه؟ مش كتير يعني 4.5 ده عشاني 4.5 ولا ايه؟ 4500 جنيه 4500؟ ده انت هتخفي واحد تستاهل. انت لو جايبه واحد يغز بمطوه هتدفع اكتر من كده. اه والله اه متشكر قوي يا عمرو. في واحد قال لي لو بمليون جنيه هدفع. هسيبك بقى دلوقتي انا. احنا هنعمل النهارده بقى سمبوسك وحاجات رمضان. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب وكل سنه والناس كلها طيبه. وربنا يجعله احسن رمضان يمر على مصر وعلى العالم العربي كله بشكل عام. يعني انا بالنسبه لي صباح على خير. محمد صلاح يا ولد يا عارفه يا ماما كل الكباتن بيقولوا لي لو ركزت شويه هبقى زي محمد صلاح. ان شاء الله يا حبيبي اشوفك زي صلاح واحسن كمان من صلاح. يا ابني انت موهوب. دعواتك بس يا حاج. يا حبيبي حبيبة قلبي وحشتيني. مش صدقك يا كذاب بتكلمني. اوعي. لا انا مش هكلمك. مش هكلمك. لا 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 اوعي. هات التليفون. طب هات فكك بقى من جو صلاح والوهم اللي انت عايش فيه ده. صباحه فل. يلا استرجل بقى وجرب. ابعد بقى عني مش عايز. ما تجرب صحيح يا حودي. انت خسران ايه يعني؟ قلت لك العيال دي هيبوظوك. انا حر وانا ما بقتش صغير. يلا يا حوده يلا يا حوده. ايوه بقى حوده ادي انت جامد يا حوده. ايوه كده. وعايز تبقى محمد صلاح؟ هو انت عارف توصله بطولك اصلا؟ اطلع بره التمرين. في ايه يا كابتن؟ بقول لك بره ما اشوفش وشك هنا تاني. صاحي انت حلوه ولا عامله نفسك حلوه؟ بين ايدك يا سيف. لو اختك هتعمل كده انت جرالك ايه يا محمود؟ لا مذاكره ولا تمرين و24 ساعه قافل الباب عليك. انا عايز فلوس. انت جنان. انا بكلم فيك. عايز تشوف الجنان اللي على اصله اهو. هو انا عيل صغير؟ انا راجل عايز فلوس. انت جنان. لا مش كل يوم يا حلو. اقول لك ايه، اللي معهوش ما يلزموش. هي بقت كده. ايوه هي كده. يا نهار اسود انت بتسرق امك. عايز فلوس انا هاخدها. ابعدي عني. انت اتجننت. بتمد ايدك على ماما. انا عرفت منكو. هي دي الرجوله. محمود راح مني. يا رب. ده الثمن الحقيقي اللي هتدفعه في المخدرات. خليك راجل بجد. خليك قد المسؤوليه. ما تنساش نفسك. خاف على نفسك. الحياة فيها حاجات كتيرة حلوة تستاهل انك تعيش عشانها. اختار الحياة. ما تستسلمش. انت اقوى من المخدرات. نرجع مع حضراتكم تاني. الطبق المفضل بالنسبة لي على الأقل في رمضان المنوعات. شوية قطايف بالجبنة، شوية قطايف باللحمة، شوية سبوسك بالجبنة، شوية سبوسك باللحمة بالسبانخ. أهلا جيجي. أهلا يا عم. أنت بتاكل سبانخ؟ أه. بجد؟ أه جوه لما تبقى جوه السمبوسك. طيب. إحنا هنبتدي بقى عشان إحنا متأخر. اتفضلي. اتفضل. نبتدي. بص هنعمل لحمة عشان الحاجات السخنة لازم تبرد شوية عشان ما تسيحش العجين. أه. أوكي؟ هنعمل كل الانواع يعني اغلب الانواع. اه يعني هنعمل شويه حاجات كتير. وبص انا محضره لك قد ايه. اه انا شايف تشكيله جامده جدا. اه بس هنلف شويه منهم قدام الناس كده طبعا نوريهم. هنعمل لحمه. هعمل شويه علشان ما ناخدش وقت. بص هنحط الاول شويه بصل مفروم. دي اللحمه دي هتنفعنا في الجلاش وهتنفعنا في القطايف مش كده؟ احنا ما عندناش جلاش، احنا عندنا سمبوسك والسمبوسك ده بيبقى عجينة سمبوسك. عجينة سمبوسك. اه اهي. اوكي. تمام؟ وهوري لك بقى بتتلف ازاي. ده جميل. اوكي؟ والقطايف بتتباع جاهزة كده عجينة سمبوسك. اه. واهو. ودي القطايف. بص هي القطايف دي صغيره شويه، انا بفضل بفضل تبقى اكبر لما تبقى محشيه، بس عشان رمضان لسه ما ابتداش فما لقيناش قوي.
بس حلو برضه الواحد لما يشوف القطايف كده بيحس بنفحات رمضانيه. انت نفسك رمضان يجي صح؟ اه طبعا بحب رمضان جدا. على فكره ما بتعبش في الصيام، انا بتعب في الفطار. يعني وانا صايم خدي مني شغل زي الفل، يعني ممكن اشتغل واتكلم واروح واجي وانا صايم. اول ما افطر بس ده غالبا عشان انت مالكش ولا في القهوه ولا في يعني ما عندكش حاجه مهمه فيهم. لا ما بتنقصكش. لا اه بس الناس اللي بس اول ما افطر بقى كومه عشان الاكل. اه يعني اول ما افطر افصل، ما عشان كده ما بفطرش بره خالص. اتسحر بره زي ما انت عايزه. بس ناس كتير قوي ما بيحبوش الفطار عشان بيحبوا يناموا بعد الفطار. لا انا مش فكره النوم، انا الفكره ان انا ببقى بايخ، اللي هو مفيش اي تعبير. بس معظم الناس كده، ما هو بياكلوا مره واحده. لا طب بس انت ما بتعملش يعني مثلا في المغرب ما بياكلوش، بياخدوا حريره. لا 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 حضرتك حريره. انا درب دب دب لغايه اما توصلي للكنافه والقطايف. لازم مثلث كنافه وطايفتين. اول ما اوصل للمرحله ديت انا خلصت. انت بتحب القطايف الحلوه بايه؟ والله بحبها بالمكسرات. وقرفه ولا مكسرات بس؟ ممكن وقرفه. اه وزبيب؟ وزبيب. اه ايه ده؟ اه اكل زبيب في القطايف. اه وطبعا باكلها حادقه بالجبنه وباللحمه كل حاجه. النهارده هنعملها بكريم تشيز وساسج. هيبقى فيها حتينا بصل دلوقتي وتوم. طب كويس اهو. فانا حضرتك عشان كده ما بروحش فطار خالص، لاني وبعدين انا بلاحظ انه في الفطار الناس اللهم صل على النبي بعد ما بياكلوا بيبتدوا يتكلموا، انا مفيش. يقول لك هو دمه تقيل ليه، او حد يقول لك ايه ما بيضحكش. انت عارفه يعني ما بيضحكش. اه مستنيين منك نفس. اه تندرر انت مفيش، انا ضايع. وبعدين انا من نوع ايه اللي لازم ابتدي افطاري على حاجه سخنه، شوربه. شوربه اه اي شوربه. ايه كريم سوب، لسان عصفور، اي شوربه. لازم شوربه الاول. انا مش من النوع اللي ففي ناس كتير يقولوا ايه وجايبين لك بقى حاجه حلوه في الاول. انا طبعا ما عنديش خالص حاجه حلوه. يعني هتاكل حاجه بس في ناس تاكل تمر. لا انا لا تمر ولا مشمشيه ولا 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 عصير مانجا في الاول ولا يعني عصير قمر الدين. بتكسر صيامك بالقطايف والحاجات دي؟ لا انا الاول الشوربه اول حاجه لازم، حتى لو درجه حراره 50. وبعدين اخش بقى على القطايف واللطايف، ولو في كبيبه ولو كل اللي هي اللي هو الطبق ده. وبعدين ابتدي بقى. ايوه في صينيه رقاق. اه في بطه. اه في حمام. في في بطاطس مع لحمه. طب اول يوم بتبقى عايز ايه على السفره؟ اول يوم لازم الطبق ده لو مش موجود انتهى، يعني الحياه انتهت، اللي هو فيه القطايف والحاجات دي. القطايف واللطايف. طيب وايه كمان يعني ايه اللي انت بتطلبه اكل دايما كل سنه؟ يعني لازم حمام. ايوه اول يوم محشي فريك. اول يوم اه محشي فريك. آه. مع شويه ملوخيه او شويه مسقعه فيها فلفل حراق. رز بالخلطه. خلاص كتف ضاني، حاجات بسيطه كده. دي كلها مع بعض؟ لا يبقوا موجود يعني يبقوا معانا يعني تبقى متطمن. يعني انا مش زي ناس تانية مثلا يقول لك لازم في طبق فول وبتاع وحاجات كده. اه بس انا بقى الفول مهم جدا على الفطار. لا انا مش يعني اصل انا باكل فول. انا بصي انا سحوري ما بيتغيرش كل يوم، فول وبيض مسلوق وزبادي، فول وبيض مسلوق وزبادي. طب وعلى الفطار كمان؟ لا على الفطار لا، انا باكل فول كتير قوي، يعني باكل قدره فول مثلا في رمضان. بص انا حطيت اللحمه حط عليها شوية قرفة وشوية شوية اهو، هنا بصل وثوم، لحمة، قرفة، بابريكا اللي هو فلفل أحمر حلو مش حراق، ممكن برضو يبقى فيه شوية ملوخية. ودي جوزة الطيب خضرة، ملوخية خضرة. بتحب الملوخيه البراني اللي هي لا ليه دي حلوه قوي؟ براني ايه والله، ملوخيه هي اللي عليها التقليه دي. ايوه تغيير يعني. لا لا براني ايه، انا ما بحبش تغيير، انا كلاسيكي جدا.
ايوه عشان كده ما بدوقك حاجه جديده بتقعد بقى تقول كده. ممكن تاني يوم احب المكرونه البشاميل. يعني احب قلب مكرونه بشاميل وشويه فراخ بلدي بلدي وشويه بفتيك، ده تاني يوم. وممكن يبقى معاهم رز بالبشاميل برضو جنب المكرونه برضو. طب وهتاكل ايه بقيه الشهر كده؟ الشهر خلص. لا ده 30 يوم، ده انا ممكن ارص لك ال 30 يوم كلهم دلوقتي واحنا قاعدين، كل يوم غير التاني. ولا عزايم عائليه؟ عائليه ممكن، لازم في يوم او اتنين عائليتين يعني، انما غير كده. بتدخل المطبخ طيب؟ طول اليوم. بتدخل المطبخ يعني تساعد ولا بتطلع؟ لا ساعد ايه، اشرف. عملته دي ازاي؟ طب وزودته ده كذا وعملته ده كذا طول اليوم. خلاص دي خلصت اهي. خلاص دي اللحمه اللي هنحشي بيها السمبوسة. هحطها هنا بقى تبرد شويه. وهنحطها في القطايف برضو؟ للاتنين يعني. طبعا في ناس بتحط معاها مكسرات، شويه صنوبر وحاجات، بس يعني هو الكيلو بقى ب 1200 جنيه فمش لازم خالص. هو فعلا بقى ب 1200 جنيه مش مبالغه. لا يعني الحد الادنى للاجور يجيب كيلو صنوبر. بالظبط، اقعد عليه الشهر كله. الراجل يقعد 30 يوم يشتغل على كيلو صنوبر. نعم. عن ما حد كل صنوبر في الحياه. هنعمل وعلى فكره هو ملوش طعم قوي. لا لا خالص، ما بيأثرش. يعني مش لازم. ده ممتع. ايوه طبعا. سبانخ. اتفضلي. ايه اللي ممتع؟ لا ولا حاجه. سبانخ. السبانخ. بس انت بتحب السبانخ؟ انا باكل السبانخ في السمبوسك اهو. برضه هنحط شويه بصل. مش هنحط توم. بتاعتي دايما خليها بقى كده. نحط شويه زيت. حلو قوي. اهو. انا جبت البتاع اللي بقلب بيها، راحت فين يا عم؟ ممكن تقلبي بمعلقه دي؟ اهي اهو. سبانخ. سبانخ نحطها على البصل. برضه نقلبها ونحطها. هنقلبها لغايه ما ده يدبل شويه وبعدين هنحط. ما انا مش بخليه ياخد لونه. يعني هو بس ما يبقاش بصل صاحي يعني. ما يبقاش فاش. حط عليه شويه ملح. ايوه. عشان يستوي بسرعه. ايوه. لطيفة اللحمة وهي متعصلة. حلوة صح؟ طب مظبوطة طيب يا مال؟ جدا. طب السبانخ دي هنحشي بيها برضو قطايف وسمبوسك؟ بص احنا هنخلص السبانخ ونبتدي بقى نعمل الجبنة اللي هي تبقى باردة. طيب. علشان في الفصل التاني نعمل الحاجات السخنة دي تكون ساعد. ماشي. انت هتحط السبانخ دلوقتي عشان نطلع فاصل اعلاني. هحط السبانخ على البصل. انت هتطلع فاصل قبل ما احط سبانخ؟ لا بقول لك عشان هنطلع فاصل. طيب ما احنا اصلنا هنحطها وهنحط عليها كمان سماء. سماء. طب بص هو البصل ايه؟ ابتدى يبقى شفاف. انا بعمل كميات صغيره عشان تلحق تستوي. طبعا دي كميات قليلة، ما تأكلش عيش يعني. لا أنا عارف طبعا، بس يعني ده للتدليل. ادي السماء. السماء ده جيبه من عند العطار مش كده؟ كله موجود عند العطار. وموجود حتى بيتباع في البهارات في أي سوبر ماركت يعني. ويستحسن يبقى لونه فاتح يعني، بتلاقي ساعات سماء غامق كده بني غامق. انا ما بجيبش السماء الغامق، انا دايما حريص ان انا اجيب سماء فاتح. اقول له يا عم أنا يا بتاع السماء، انت دايما في الشوبينج بتاع الحاجات دي مش سهل. اديني سماء فاتح والنبي. اصل السماء ده بيتحمص. والله. ايوه دي شجره كده بياخدوه، وفي البيوت في الشام بيعملوه بيتي زي الزعتر يعني، كل بيت له ده شجرته. لا له طريقته في ان هو بيتباهوا بيه. كل واحد عنده شجرة سماء عادي جدا. احنا عندنا في البيت شجر لكل التوابل. طيب
خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني. احنا بنقلب السبانخ، فاحنا يبقى عندنا حاجتين سخنين، السبانخ واللحمه، مش كده؟ مظبوط. بعد كده كلها حاجات هنعملها بس هنخلطها. طيب هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني. الفقره القادمه هنعمل الحاجات البارده، الجبن بقى والحاجات دي كده. فاصل اعلاني ونرجع تاني. قلينا شويه حاجات كده عشان تتسلى فيها. ماشي، هنغمس برضو، ابقوا معانا. كل يوم الآن حان وقت الموسيقى. بص احنا ايه كده، في واحدة شكلها حلو نفشت. اه دي باللحم. يعني بص هي مبطبطة ازاي، بتنزل الزيت بتنفش. بتنفش. نزل الباقي بقى ووري الناس اللفة. اهو. اه يعني هنحط شوية كده عشان انت تتسلق. لو سمحت. دي باللحمة. وتعرفيهم ازاي؟ عشان باين، وعشان كنت كاتبة على الكيس. كاتبة على الكيس. بص بقى اول ما بتنزل حلاوته، هو ده الصوت المحبب الى قلبي. بص ده باللحمه وبالسبانخ. ايوه لا دول باللحم. طلع دي بقى، انا بحبها حمراء يعني اكتر من كده ممكن، عشان عايزه بقى نلف. طب انت تعرف تعمل الموضوع ده؟ اه ده سهل جدا، حقلب الزيت عليا. طيب ما انا عايزه اوري لك بنلفها ازاي. اه نزليهم وسيبيهم ووريني بتلفيها ازاي وارجع لهم. صح. آه. اعمل كل حاجه. طيب. لا انت كل شويه هتقعدي تقلبي، سيبيهم شويه. حاضر. وانا اقلب انا. حاضر. نزلي الباقي كله كله. اه تمام، عشان اكل انا. دي بايه؟ دي باللحمه. ماشي. ريحه حلوه قوي. بص بقى هنعمل ايه، اقعد اقلب فيهم يا طونت لو سمحت. اهي. احنا مش جبنا معلقه. انا في العقد بتاعي مش مأمنين عليها ضد الزيت على فكره. لا ما تقلقش. بتنفش. ما تقلقش. بتنفش. انا بحب النفشه بتاعتها دي. بص بقى. جامد بقى بيه. انت جايبه الجلاش ده منين؟ اقول اسامي؟ اقول يا. من العهد الجديد في ميدان الجامع. العهد الجديد في ميدان الجامع، ده راجل جامد ده. انا اسمع عنه. طبعا. بص بقى. هنحط شويه صغيرين كده. كده اهو. ممكن ارمي شويه قطايف يا طونت. ترميها فين؟ في الزيت. ارميها فين؟ ممكن. بص اهو. اقلب. اقلب. انت الاول بتعملي مثلث. اهو شايف؟ ايوه. تراينجل. بتعملها كده. تاني. وبعدين هتعملها كده. عشان كده سمبوكسات يعني. وبعدين هتعملها كده. وبعدين هتلزقها بقى. بتتلزق؟ ايوه. بوه. مش مصدقك. دي بتحمر جميله جدا. وقرمشه، القرمشه. بص هاخد شويه بياض بيض كده. بياض بيض. بس ممكن اي حاجه، ممكن ميه بنشا. ممكن اي حاجه يعني. اي جلو. اهو. تمام؟ احطها. اتفضلي. اتفضل. وانت بتعرفي ازاي انه خلاص يعني لما تبقى عامله كده تبقى خلاص لونها. لونها. حطها بقى هنا. برافو. شاربه زيت لما قايله. ما هو بقى ده هيشيل الزيت. معانا علاء من المدينه المنوره. اهلا علاء باشا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا عمرو، عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا يخليك. خد بالك يا عمرو، الدهون دي غلط على القصار اللي انت عاملها. اما انا ما باكلش. لا يا راجل، ده انت ما شاء الله. ما هو اللي مودينا في داهيه ما شاء الله دي. مساء الخير يا مدام جيجي. مساء النور، ازي حضرتك؟ يا مدام جيجي قولي لي الدهون دي ما تنفعش للقصار اللي هو عاملها. لا انا ما باكلش دهون خالص. يا راجل ده يوم مصري مكان عندك كلت ما شاء الله كبده وسجق ما شاء ما الله. هو ده اللي جايبنا ورا. لا ما انا هعمل له اهو دايت، اهو هعملها له بجبنه بيضة عشان تبقى خفيف. المهم الحمد لله على سلامتك يا عمرو. الله يسلمك يا فندم. بالنسبه للزرار اللي كنت بتتكلم عليه يا عمرو، مفيش مخترع يعمل زرار يودي واحده على جهنم على طول؟ لا موضوع جهنم ده مش تخصص الزراير ده، يعني الحياه بتاعت ربنا بقى. انت عايز تدوس عليها الزرار تروح ما هتختفي خالص، انت عايزها جهنم ليه؟ معلش يا عمرو، بص انا عايز اقول لك على حاجه.
طلع الحبيب. انا 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 طبعا بقالي يومين بحاول اتصل بيك واتصلت 100 مره وقعدت ويتنج اكتر من نص ساعه. ايوه يا فندم. انا عندي مشكله كبيره جدا وبستغيث من خلالك برئيس الوزراء ووزير التنميه المحليه ومحافظ الغربيه في مصيبه بتحصل عندي. فين يا فندم؟ في طنطا. ايه اللي بيجرى في طنطا؟ المفروض ان لو في ارض عليها مشاكل قضائيه المحليات ما تطلعش رخصه. استفدت ايه لما المهندس اللي خد 50,000 وطلع رخصه مزوره اتنقل من مكانه وموظف الاسكان بعد ما طلعنا قرار بايقاف المباني ياخد 40,000 ويعمل استئناف مباني ولا احترموا احكام قضاء ولا انذارات ولا اي حاجه. ناهيك عن كده المقاول البلطجي اللي ام ولادي استعانت بيه يقول لما المحكمه تحكم لك يبقى تعالى خد الارض باللي عليها. شوف مدى ثقتهم في منظومه الفساد ولا في احترام لاحكام قضاء ولا حاجه. وغير كده وكده قطعه ارض على شارع 6 متر وهيبنيها برج 10 ادوار ولو بعت لك صوره الحفر هتتاكد ان هيحصل كارثه بعد 3-4 سنين. هو ده الفساد اللي كنت حاجة بتتكلم عليه، فساد المحليات ده في كل حته الكلام ده يا فندم. انا من خلالك بستغيث بمحافظ الغربيه يوقف المباني لحد ما القضاء يحكم ان الارض ترجع لصاحبها. ارجوك يا استاذ عمرو. حاضر يا فندم، هو اكيد سامعك دلوقتي. بص بقى يا عم. أيوة. انا هنا حطيت جبنه بيضة. ايوه. وعليها موتزاريلا. ايوه. وحطيت عليهم بيضه علشان الجبنه كده تبقى نافشه جوه. احنا بنعمل بقى اللي هو البارد، بوارد. وحطيت عليهم نعناع ناشف. ده القطايف قرمشت بسرعه. ممكن نوطي الزيت شويه على الزيت. وحطيت عليهم نعناع ناشف. ايوه. وفي نوع تاني عامله زيه بالظبط بس حطيت عليه خلطه زعتر، مش زعتر بس، خلطه زعتر. خلطه الزعتر دي بتبقى زعتر وسمسم وسماء وملح. قدام الكاميرا بس عشان هو هم ادوا له كده في الجامعه لازم اهو. طب انا عايز ادوق ده عامل ازاي؟ اتفضل. طب هو ممكن اطلع دول علشان ما يتحرقوش؟ الله، مبسوط؟ تسلم ايدك يا عمرو. طبعا هو الموضوع واقف طول اليوم. تعرف كل الستات في مصر يقول لك ايه؟ واقفه طول اليوم. بس انا عمري ما وقفت طول اليوم. ما بتقفي قد ايه؟ لا يعني هو الموضوع كله بياخد له ساعتين. ساعتين؟ بس حلوه قوي. انت عايزها محمره اكتر من كده؟ عايزها محمره، بحبها مقرمشه. حاضر. حلوه قوي. هنا والشيف. دي اللي باللحمه. دي اللي باللحمه. حلوه قوي. طب انت بتعرفي ام لحمه من ام جبنه ازاي؟ يعني هي بتبقى باينه، بص اللي جواها باين غامق. طب في واحده من دول بالجبنه؟ لا اعمل لك بالجبنه حالا. بس عايزين القطايف عايزه تتحمر اكتر من كده. اكتر من كده؟ يعني احطها تاني؟ على فكره هو دوت مش اكل، احنا في البرنامج. يعني احنا في البرنامج وانا هنكذب يعني؟ هنخلص امتى؟ فين مصداقيه الاعلام؟ صح. وهنخلص امتى؟ احنا ورانا ايه؟ لا انت ساكنة قريب هنا. صح. على بعد 4 ساعات. عايزها بإيه؟ جبنة. بإيه؟ يعني إيه جبنة بإيه؟ بزعتر. عايزها طب عايزها جبنة بزعتر. عايزين ندوق القطايف بقى دي اللي قرمشت دي. دي كانت القطايف بإيه؟ سخنة قوي. دي قطايف باللحمة. كلها لا باللحمة؟ لا دي بالسبانخ. شوف كده معرفش. سبانخ. أنت اللي حطيت القطايف خدت من الطبق، أنا معرفش خدت من أنهي طبق. مش عارف، مش فاكر. طب حط لنا شويه سبانخ. انت خدت من هنا ده. سبانخ. انت ما بتاكلش سبانخ؟ سبانخ لا، اكل سبانخ. قطايف بالجبنه اهي كمان. هو قوي. هو رمضان امتى بقى؟ عشان عايز اكل. حلو قوي. والقطايف ده برده من العهد الجديد؟ ايوه. هاي الراجل. ما هو كان صعب برده نلاقي قطايف قبل رمضان، خد بالك. كده كويسه؟ حلو قوي. قرمشه جميله، كل سنه طيبه. وانت طيب. ده انا هنهريكي في رمضان. طب احنا ما على فكره مش لاحقين نكمل بقيه الحاجات. ايه بقيه الحاجات؟ مش عملت اللي بالجبنه؟ وريت للناس اللي بالجبنه. طب خلاص في انواع تانية. يعني احنا كنا ممكن نعمل حاجات تانية بس احنا خلينا في دول دلوقتي ونكمل في رمضان. فدلوقتي دول ايه اللي جوه؟ دول ايه؟ بالجبنه. بالجبنه. الاربعه. انا عايزه ادوقك دي كمان. دي كريم تشيز اللي هي اللي بتبقى جبنه طريه ومعاها زيتون. على فكره انا ممكن اكل بتاعه طول اليوم واتسحر بيه، ولما بيبرد بيبقى حلو قوي كمان على فكره. لا انا باكله بارد. لا
لا ايه؟ لا بيبقى طري كده يعني ايوه بيلز. بيلز. انا باكل كل حاجه بارده على فكره. بس هو الرجاله بياكل يا ابني مني يا باشا. عمرو اهلا وسهلا يا فندم. كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير. وحضرتك صحه وسلام. طالب منك مساعده انك تقف معايا في وجه الروتين. ده الروتين ده يا فندم وجهه ده احنا عايزين قنبله. طيب دلوقتي كده سريعا سريعا انا جنبية عندي حته ارض جنبية مجمع مدارس في كذا مدرسه وفيها بنات وفيها اطفال بيخرجوا على شارع الشارع ده فيه ورش وصنايعيه وعربيات رايحه جايه بيتعرضوا لمضايقات وبيتعرضوا لعربيات مره تخبط حد. المهم مؤدى الكلام انا بتبرع بالشارع دي محافظه ايه وشارع ايه يا فندم عشان الناس تبقى سمعانا دلوقتي تعرف شارع ايه. الشارع دوت جنبه مجمع المدارس في شارع اسمه شارع مضرب الرز. ايوه فندم. في المنيا وانا بحاول اتبرع بالشارع ده دي كذا سنه ومش قادر اوصل لنتيجه. يقول لي ايه روح الشارع العقار اعمل لنا الورق وهاته. طب ما انا ممكن ارجع في الهبه لكن انا لو عملت عقد وسلمته لك ومضيت قدامك انا ما اقدرش ارجع فيه. انت بتصعبها على نفسك ولا بتعمل حضرتك ايه؟ حضرتك عايز تتبرع بالشارع؟ اه ده يخش له يعني الثمن الشارع ده بيخش في رقم يعني لان من الشارع اللي هو مضرب الرز للدائري وبوابات المدارس هتفتح على الشارع ده يبقى خاص بيها. طب انا هخليك تتبرع بالشارع، الشارع ده بتاعك انت تملك شارع؟ ما هو انا بملك اه بملك حوالي يعني انا هتبرع بحوالي 2000 متر. اه طب والله كويس حضرتك سبت تليفونك لو رحت كذا مره وحاولت بتاع الوحده المحليه بقى حضرتك روح الشارع العقاري اتبرع هناك واعمل الورق وابعته لنا. طب ما الهبه يجوز الرجوع فيها قانونا. لكن انا لما اعمل عقد واديهوله بيع وشراء ما اقدرش ارجع فيه. لا هو في حد يكره لما حد يتبرع بحاجه للبلد؟ هنخليك تتبرع يا فندم ما تقلقش خالص. شكرا ليك. كنا وريتنا القطايف اه ورينا القطايف واكيد كل الناس عارفه بتحش ازاي يعني. القطايف سهله جدا بتحط الحاجه في النص كده وتروحي ضغط عليها من فوق. بس المهم ما تضغطش ويطلع معاك الحشو. اه عشان ما يبوظش في الزيت. اه. والمهم تكون بتقفل عشان كده لازم نجيب القطايف بتاعتنا والحاجات بتاعتنا من حد موثوق بيه يعني حد كويس. جيجي بصراحه جايبه من واحد هايل. السمبوسك غير طبيعي. صح؟ اه. فين اللي بالجبنه؟ اهو اهو. انت متاكده ان ده بجبنه؟ اه والله. ولو ما طلعش بجبنه؟ هعمل لك غير مش انت قلت ما ورناش حاجه بس بص اهي الجبنه اهو بص باينه ازاي بس انا بحب لما بتبقلي بتكبر كده في الزيت اهو ما انا سايباها اهو ما جيتش جنبها. طب دي تنفع؟ تنفع طبعا. اه تنفع اطلعها؟ اه بس مش هخشها في بقي دلوقتي لان دلوقتي هي موقفها صعب. استني عليها تتحمر شويه. دي ماشي هنطلع بس السمبوكستين بالجبنة أيوة. وهنمشي حاضر. بس على فكرة سهلة جدا ومتاخدش وقت. اه والناس بقى ممكن تقعد تفكر في حاجات تحشيها جوه. ايه بقى اقتراحاتك مثلا الاشياء اللي الناس ما تعرفهاش؟ يعني عرفنا بالجبنة وباللحمة وفي ايه تاني؟ ممكن بقى تعمل مثلا فراخ بالذرة والفلفل الالوان. اه. بتعملها صغنونة كده تقطعها صغنونة. فراخ. اه. وتحشيه هتقول لا ما تقولش لا اه بس دايما حط معاها حاجه تخليها طريه يعني جبنه حلوه قوي جبنه حلوه صح اه سخنه بس ثاني واحده دي جبنه بايه دي الجبنه بالجبنه لا مفيش جبنه بايه طعمها جبنه من الزيتون هو الصوت عالي ليه في الزيتون بص بقى مش كنت عايزه اتبلل؟ اه بقى ايه؟ دي الزيتون ايه؟ زيتون زيتون لا افتكرت ده متصل معلش بقى كلها كده كلها كده ازاي؟ اهي لونها حلو لونها حلو اه بس سخنه حلو يعني اكلها كده يعني معلش معلش وقت البرنامج لازم تتعاون هتعاون في ايه؟ دي عايزه عمليه سقف حلق
العلب دي عشان تلحق تبرد. تبرد فين؟ ده عشان تبرد عايز الساعة. لا لا والله دي كده ثواني هتلاقيها كويسه. جيجي احنا بنشكرك، وده الطبق اللي هيطلع لنا يا جماعه تقدميه لضيوفك بالهنا والشفاء. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. حاجات كده. على فكره احنا في رمضان هنعمل شغل جامد قوي ان شاء الله. جيجي وعدتني وعد جامد انها هتعمل حاجات جامده في رمضان. هذاكر بقى. لا مفيش مذاكره بقى، في الشغل الاساسي الاول وبعدين نعمل ال كلها كل دي. لا لا حرام عليك، فظيعة. هي سخنة قوي؟ اه جدا. تاكلش، إصابة عمل. بص عاجبك كده شايف؟ أنا هاخد بكرة إجازة. أنا بكرة إجازة، إصابة عمل عشان الواو دي فيها أسبوع عرضة زي الحكومة. يقول لك أنا خدت أسبوع عرضة، أنا عمري ما فهمت إيه العرضة دي. يعني حصلت حاجة مفاجأة صح؟ أنا حاجة مفاجأة وهو على الهوا اهو. مش هتدوقها؟ بس ما صعب بقى، ما نخلص بقى، أنا أقعد أخد واحدة في العربية وأزروت العربية كلها. بشكركم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من كل يوم. شكرا لجيجي. ميرسي يا عم. ميرسي قوي. بالهنا والشفا. خدي بالك من الزيت. لا أنا بعيدة اهو. طيب. بشكركم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من كل يوم. أرجوكم ابقوا معنا.